Thank you.
妈妈她是要教给你们看到吗？一年的。السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع الصوت. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بالجميع. هذه فرصة سعيدة باش نتلاقاو فيها إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه فرصة سعيدة باش غادي نتلاقاو إن شاء الله في هذه الأرض السعيدة نتلاقاو معكم لإعطاء الانطلاقة الحقيقية لمشروع معرفة العالم. فالكلمة الأولى غادي نعطيوها للأخت ثريا سفيرة النوايا الحسنة. شكرا. صوت عالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالحضور وكتشرفونا في هذه الجلسة الحميمية الجلسة الحميمية إن شاء الله. هذه فرصة تعارف بيناتنا على هذا المولود الجديد إن شاء الله اللي غادي يكون إن شاء الله خير على مغاربة العالم. ولازم نكونوا بوحدة ونتحدوا شي شوية وننزلوا ونتقربوا مع بيناتنا. وراكم تتعرفوا دروس السويد والعيشة السويد في ديراني هذا محتاجين لبعضياتنا إن شاء الله. والكلمة نعطيها المعطاوب ولي آخرين. شكرا لكم. الكلمة الآن الأخت عائشة من السويد. الحضور ديالكم لهذا الدعوة لهذا المشروع اللي صراحة يعني مشروع عظيم نحن كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني كامرأة وفرد من أفراد الجالية المغربية هنا بسوريا وكذلك كون خريطة جديدة في هذا المولود الجديد ألا وهو مشروع مغاربة العالم. أن أعطي هذه الكلمة كمواطنة شغوفة ومهتمة بشؤون مغاربة العالم وبقضايا المرأة المغربية على العموم. وكما نعرف بأن المرأة المغربية أصبحت لها بصمة مهمة في شتى المجالات في كل دول العالم وطنيا كذلك. لذلك لا يمكننا أن نتكلم على نجاح أي مبادرة أو مشروع دون أن نتكلم على مساهمتها ودورها الفعال بجانب أخيها الرجل ونظرا لدورها في بناء المجتمع وتربية الأجيال وكذلك لخصوصيتها ومواهبها وصبرها أمام جميع التحديات. وكذلك كما نعرف بأن المرأة المغربية لها دور جد مهم في بناء الأجيال تربويا وكذلك يعني نراهن على مساهمة المرأة المغربية في إنجاح هذا المشروع ودورها الفعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية وكذلك تخليق الحياة العامة في شتى الميادين بما فيهم التكوين والتربية والتوجيه وكذلك تغطية العلم والبداوي. وهكذا نأمل في كل امرأة مغربية لها روح المواطنة في مساهمة بناء هذا المشروع وبناء هذه العالم بما فيه دورها الفعال لتأهيل الأجيال القادمة. ولا يمكننا أن نتكلم عن نجاح هذا المشروع دون أن نتحدث على مساهمة أبناء الجالية المغربية بدورهم الفعال في بما لديهم في قوة ومعرفة في هذا المجال.
سيداتي سادتي، إن مشروع مغاربة العالم ليس مشروع آليا فقط، بل إنه مشروع منطلق من مؤسسة ذات رؤية مستقبلية باستمراريته تعتمد كذلك على مجهودات الشباب، لأنهم منهم وإليهم ولأبناء أبنائهم. لا يخفى عليكم أن مشروعنا هذا مشروع طموح ومتنوع، والتنسيق فيه مع مختلف المؤسسات والهيئات يقتضي منا حرفية ومهنية فارقة، وكذلك إدارة محكمة ومسؤولة. فحجب المسؤولية إذن هنا ليس بالهين. لذلك بعون الله عز وجل أولا، وباتحادنا ودعمنا لبعض كمغاربة في كل أنحاء العالم بما فيهم نحن كجالية مغربية مقيمة بالديار السويدية عفوا، لنا اليقين أنه سوف يتحقق هذا المشروع، لأنه متعلق لا محالة بمصيرنا المشترك كمغاربة وكجالية مغربية مهمة. وإذا من هذا المنطلق فكل واحد منا معني بأهدافه وخدماته الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية والتربوية كذلك. وفي بهذا بانخراطنا كمغاربة العالم في هذه المؤسسة سوف يوفر علينا العناء الكبير، لأنه سوف يمثلنا بالتنسيق أحسن تمثيل بالتنسيق مع مؤسسات مختلفة رسمية وغير رسمية في مختلف دول العالم. وفي ختام هذه الكلمة المختلفة أتقدم الشكر الكبير للسيد المحترم الأستاذ سالم المعطاوي مهندس هذه المبادرة الذكية، والذي نتمنى له كل التقدير والاحترام لقدومه خصيصا من الديار الفرنسية لإحياء هذه الندوة، وكذلك جهوده الجبارة لتقديم هذا المشروع عن قرب. كما نتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ جواد بن حيمة لإحياء هذا اللقاء ولوصول هذا المشروع لدولة السويد، وكذلك الشكر الجزيل للناس اللي ساهموا في هذا اللقاء. فلنتحد لأن في الاتحاد قوة. نحن مغاربة، نحن في إطار توحيد الجهود، لا جاء الوقت باش الجمعيات المغربية عبر العالم تدير يد في اليد باش تولي واحد الهيكل قوي، واحد الهيكل اللي يوصلنا للأهداف ديالنا. فاليوم هذا البناء هو الأساس، لأن حب الوطن عنده معنى آخر. منذ 40 سنة لم نفهم معنى حب الوطن الحقيقي. نعم الجمعيات شيء ممتاز، نعم أن الجمعيات تخدم المصلحة لمجموعة من الناس في مكان ما، لكن مشروع مغاربة العالم يخدم المصلحة العامة لمغاربة العالم عبر العالم لخدمة الوطن كذلك بطريقة ممتازة. فكل فرد موجود في القاعة، كل فرد موجود في جميع أقطار العالم فهو مغربي من مغاربة العالم، ومشروع مغاربة العالم هو منزلنا وهو مكاننا الذي يمكن أن نشتغل منه. شكرا لك. أنا الاسم ديالي عائشة، مقيمة هنا بمدينة ستوكهولم مدة 22 سنة. أنا قدمت نفسي كامرأة مغربية، فهذا هو الأهم، لنتحد يعني مع بعضياتنا كمغاربة العالم نساء ورجالا، لأن في الاتحاد قوة. هذا هو اللي كاين. نعطي الكلمة لأختي المحترمة مغربية من مغاربة العالم من دولة السويد، دكتورة في مرض السكري، الدكتورة سمية تيمور. تفضلي. السلام عليكم. يعني شرف كبير أنا قاعدة نكون معكم اليوم، نشوف هذا العدد المحترم من المغاربة اللي جاو. أنا اسمي سمية تيمور، ساكنة في مغرب في المنطقة الجنوبية.
عروسنا اليوم خير كان لك حيطه مشيت انا وقلت لك يا بنت تسعي ولادنا يعني يعني ما فيش كلمه ما شفتكمش او كلمات الاحساس ديالي يعني اول مره كنكون مع هذا مع الجروب هكا كبير في المغرب انا كان ديما عندي الاحساس ديال النقص ديالي لكن ممكن تنسيني ديال النقص عندي اصدقاء يعني في الكاتيرا ومهندسين تيكونوا يعني من جميع الدول هذيك العربيه العراقيين سوريين بوسنيين ودائما عندهم واحد اي حد ودائما عندهم نوع ديال الجمعيه كنشوفوا هذيك المشاكل اللي هما في المصالح ديالهم وتيكونوا حاطين الناس اللي يشيلهم وخاصة يكون معهم كل واحد اتفاق يعني كبير يعني واحد الجمعية ولكن ماشي جمعية بس مفهوم اللي كنعرفو لأن كاين بزاف ديال الجمعيات هنا في أوروبا وفي الدول الأخرى ولكن متيخدموش يعني الصالح ديالنا حنايا يعني كمواطن مغربي بس متعرفين في أوروبا ومن هذيك تعرفت على الأستاذ السيستم هذا كما تعطاولي يعني حيا هذا الشعور وهذا يعني انا يعني كنت دكتوره وكذا حيت عرفت لي كذا الدكتوره الدوليه ديالي الصيف اللي فات وعندي ثلاثه ديال التخصصات في الديابيتولوج يعني السكري في اندوكرينولوج في امراض تعريف الهرمونات والطب الباطني وكنخدم في المستشفى الجامعي في مالو وفي يوند يعني في جلو قريب الزحمة يعني ودائما كنساعد الناس يعني هذوك المغاربة اللي كنعرفهم تما وفي تخارج يعني مسؤولية حتى في المغرب كنساعدهم في استشارات وكيفاش يديروا وضعف هذوك المساكين يعني هذا هو الوجه ديالي انا ولكن كنتمنى من القلب ديالي انا الطبية جميع المغاربة القانونيه والقضائيه عبر العالم وكونوا متاكدين بان هذا مشروع حلم لان 15 سنه تاع تجربه مع الجاليات اليهوديه في فرنسا بالافكار ديالنا وصلوا المشروع ديالهم لواحد القيمه اللي ربما كتحسوا بالقوه ديالهم حيث يكونون سواء السويد او غير السويد اللي لا يسالون عليها ولكن كيخدموا صراحه كيخدموا كيتفاهموا كيتحدوا فحلم اننا نوصلوا لذاك الشيء اذا شكرا للدكتوره سميه وان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفوا دكاتره اخرين جميع التخصصات كيمدوا يدهم المغاربه العالم باش يعاونوا اي حاجه كانت لان الصحه هي كل شيء الكلمه الان للاخ جواد بن حليمه اللي
الكلمات ما تكفيش باش نشكره الدور ديال اللي كيقوم به في اطار مغاربه العالم، وكرجل اعمال في السويد اللي ضحى بالغالي والنفيس باش يتجمعوا مغاربه العالم اليوم وباش نطلقوا انطلاقه قويه. المشروع غادي نشرح لكم من بعد ان شاء الله. كلمات الاخ جواد من هنا تفضل. جواد بن حليمان، مدينة خبسانة، مقيم في السويد مدة 40 سنة تقريبا. أول مرة تنخرط في جمعية مغربية. المهم بفضل السي المعطاوي والأفكار ديالو هي اللي جعلتنا نتشجعوا ونحاولوا نجمعوا مغاربة العالم، وهذه فرصة بالنسبة لنا باش نتحدوا ونديروا اليد في اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، إنني مسرور جدا بتناول هذه الكلمة بمناسبة هذا اللقاء الذي يؤسس لغد مشرق لمغاربة العالم، وذلك في إطار هذا المشروع الطموح وعلى ضوء التوضيحات الهامة التي سوف نتناولها اليوم للخروج برؤية واضحة للمعالم لكل ما من شأنه أن يوحد صفوفنا من أجل خدمة مصالحنا المشتركة وفي بعدها الحضاري والثقافي والاجتماعي. لا يخفي عليكم أن بلدنا الحبيب المغرب أصبح بإشعاعه الكبير وبفضل جاريته كذلك في الخارج نموذجا بالإعجاب والتقدير في كل دول العالم. إن هذه السمعة المتميزة إن دلت على شيء فإنما تدل على العبقرية المغربية الضاربة. وهنا لا بد أن أذكر بعض النماذج التي ساهمت بعضها ساهمت بعلمها وثقافتها وإشعاعها الثقافي في كثير من الميادين عبر العالم. وهذه الأسماء التي سأذكرها من هي النخبة الشغوفة إلا دليل على هذا العطاء المستمر. مثلا في الميدان العلمي نذكر البروفيسور رشيد يزني صاحب اختراع بطارية الليثيوم والمستعملة في جميع هواتف النقال في العالم. عندنا كذلك الدكتور سلاوي الذي أشرف على بداية عملية تلقيح كورونا بالولايات المتحدة، وكذلك الأستاذ الودغيري الذي يعمل في ناسا مهندس هناك. وفي الميدان السياسي أذكر السيدات نجاة بالقاسم ورشيدة ذاتي وغيرهن كوزيرات ناجحات في الحكومة الفرنسية. وأول مسلم يتقلد منصب عمدة ويستمينستر سيد حمزة دوزان، وكذلك أحمد أبو طالب عمدة روتردام. وفي الميدان الفني لا بد أن نذكر الشاب المنتج رضوان الذي اشتغل مع كبار الفنانين في الساحة الفنية. وفي الميدان البيزاعي نذكر المبدع المتميز لزرق مصمم المراكب البحرية الفاخرة. ولا ننسى السيد عبد الرحيم الحليمة من كندا الفنان التشكيلي الذي رفع رأس المغرب في كل البقاع، وبالمناسبة فهو داعم لمشروع مغاربة العالم وإشعاره الرقمي الراقي، إضافة إلى كونه حامل مشعر مشروعنا في كندا. إن هذا الرصيد الحضاري يشكل بالنسبة إلينا فخرا واعتزازا، يؤكد مصداقية المغاربة ويعطينا بالتالي سمعة عالمية، كما يزودنا بطاقة معنوية وذلك للمزيد من العطاء والتألق. وهذا سوف يحفزنا على تضافر الجهود لخلق إطار منظم لمغاربة العالم الذي أصبح ضرورة قصوى لخدمة مشيرنا المشترك كمغاربة العالم من جهة، وللمزيد من التألق والعطاء والإنتاج في جميع بلداننا المضيفة كذلك. أيها الحضور الكريم، أمام كل هذه التحديات التي تحتم علينا التنظيم المعقد، جاءت مبادرة السيد سالم المعطاوي كمشروع ذو رؤية بعيدة وفلسفة تحمل في طياتها كل المعاني الإنسانية النبيلة. مبادرة جاءت في الوقت المناسب، حيث لا يمكننا إلا أن نؤيدها ونفتخر بها ونحتضنها من جهة، ونؤمن بأهدافها الرفيعة من جهة أخرى بعيدا عن كل الحسابات الضيقة. وقل اعملوا فسوف يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. وأخيرا سأطلب منكم أن نقف جميعا نصفق بحرارة لهذا الرجل الكريم.
الاحساس انني جالس مع خواتاتي وخوتي، جالس مع العائله اللي خصني نكون وسط منها، نتمنى نكونوا هكا. قبل ما ندخلوا في المشروع ان شاء الله الرحمن الرحيم باش غادي نفهموا لكم بطريقه سهله، رغم ان في قناه سليمه قوي تي في عندكم واحد المجموعه نتاع الحلقات اللي كدار مباشره اللي كنناقشوا فيها المشروع. كان من بين الناس اللي ناقشنا معاهم المشروع هو الدكتور عبدالسلام الفيزازي من جامعه بن زهر في اكادير، ناقشناه مع ناس على مستوى عالي فهو مشروع طموح. نخليو الكلمه للسيده حسناء مغربيه سيده اعمال جاءت خصيصا من فرانكفورت المانيا باش تشارك معنا هذا الحفل. تفضلي وقت حسناء. السلام عليكم. كنتمنى العربيه ديالي تفهموني لانه بعد 40 سنه في المانيا باش نوقف هنا كتسمى طبيعه راه عندي صعيبه. السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، انا جيت من المانيا باش نتلاقى مع السي العطاوي على هذا المشروع اللي غادي نديرو ان شاء الله بالبال، هو اللي داه واللي كنتمناوه سنين يكون في العالم كحنا مغاربه، ولا غادي يكون مستقبل لولادنا ولحفادنا واولاد اولاد اولادنا، وهذه اللي كنتمناها من قلبي. الافكار السي المعطاوي اللي عجبتني بزاف، وكنتمنى حتى السي المعطاوي يجي عندنا لالمانيا ونديروا هذه المحاضره ويكون هذا المشروع كبير جدا. هذه هي الامنيه ديالي انا من قلبي. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. اسمحوا لي تعطيوني واحد دقيقه من وقتكم او جوج دقائق نهضر غير بالشلحه، وبعد غادي تجي لالمانيا لانه كنتسنى خوتي من المانيا يسمعوا هذا الفيديو او هذا اليوتيوب الكلمه اللي غادي نقولها باش ان شاء الله حتى هما يتخافوا معنا على اخا. السلام عليكم أيسما أيثما، كحسنا زوي فرانكفورت من ألمانيا وسير بغا سويدن ستوكهولم على سيبات الجمعية إليك سير معطاوي إن شاء الله بحول الله إبدا دايس، ونتمنى أدير مشروع أكبر مشروع في العالم أنمو المرة أنفوس كفوس أنجمع باش أنوغو أقصن حواجي كسغيني أكني وصف دكتور سير معطاوي، ونتمنى إن شاء الله نجمعوا يدنا مع يدنا او نجمعوا نتواصلوا مع بعضنا هذا السماز في الطرف كلشي بصحة فيه باش نسيو لكم اللايف. كنت مال ليبن اوس دويتشلاند ايش بكويسة ويش اوس ستوكهولم داس ist viel einfacher für mich die deutsche Sprache zu sprechen nach 40 Jahren. Ich wünsche, dass diese Veranstaltung, die Dr. Silmatawe aus Frankreich, die Zukunft Kajimia, dass wir zusammenhalten und dass wir auch in Deutschland so eine Veranstaltung sich befindet mit Dr. Majid und Dakatira, andere Dakatira oder auch andere Kanzelärzte und Kanzelleute, die in Deutschland leben, dass wir zusammenhalten und dass wir ein Hand in Hand, dass wir zusammen ganz groß und ganz weit kommen, dass wir auch unsere Ziele haben, die wir dann ganz leben wünschen. Und liebe Grüße aus Stockholm. Hast du mit euch? Schukran sehr. Schukran, ich bin von Medina, Frankfurt. Dann, Achabati, ich wohne. Hat uns schon eine Geriba, Sabiha, die 15 Jahre alt. النجاح فيها بالنسبة للجالية اليهودية اللي دارتو في فرنسا ودارتو في جميع الدول ناجح جدا. كان عندي الحظ أنني نكون صديق من الأصدقاء ديالو، كنت نحضر نهار السبت باش كيناقشو حنا نشربو أتاي، كيناقشو مشاكلهم، كنت دائما كنسمع وكنعطي أفكار. من بعد هذيك الأفكار وصلت القمة ديال التسيير، فطلبوا مني التحق بهم كتساعدوا يعني بشكل كبير. فلقيت راسي في واحد الميدان اللي هو كله خبره وكله ذكاء في التسيير، ذكاء في خلق المشاريع، ذكاء في التواصل الاجتماعي وفي الاتحاد. من بعد انخرطت معاهم في افكار مشاريع كيفاش ينظموا، فولات واحد القوه اللي هي خارقه. ف
عطيتوني الافكار مشاريع قبل 15 سنه اللي كتعطيهم ملايير ديال الاورو سنويا. 2020 في الوقت اللي كان وقع هذاك الاشكال في 2019 2020 فاش وقع الاغتصاب ديال طنجة كنا كلنا ما عجبنا شي حاجه. وكنت درت واحد لايف وجاتني فكره قلت علاش هذا المشروع ما نحولوش للمغاربه في العالم. ناقشتو معاهم في المكتب ديالهم قالوا لي شوف الى درتو المشروع العدد ديالكم اكبر من العدد ديالنا اللي درنا حنا في 30 سنه غنديرو نتوما في 10 سنوات. لكن المشكل عندكم هما انكم مفرقين. فعلا حنا مفرقين. حنا نتيجه ديال مجتمع معين، حنا نتيجه ديال تفكير معين. نعم انا مغربي، نعم انا عربي، امازيغي، ريفي، انا مغربي فقط. خاصنا نفكروا بالوحده بهذه الطريقه هذه، فكلنا خوت. اذا المشروع حطيناه وتكلمنا عليه لمده سنتين. شنو هي الفكره السهله ديال المشروع؟ هو ان حب الوطن ما عطيناش القيمه الحقيقيه ديالو. شنو هو حب الوطن؟ ماشي هو الشعارات، ماشي هو الهتافات، ماشي تكلموا على الوحده الترابيه الشفوي. خاص تكون عندنا الفعاليه والفاعليه، خاص نكونوا قادرين باش نديروا مشاريع. باش يمكن لنا نديروا مشاريع خاصنا نحلوا مشاكلنا اولا. فين كنعيشوا؟ فين كنقريو ولادنا؟ فين كنولدوا ولادنا؟ لان 75% نتاع مغاربه العالم كيعيشوا يعني فواحد المستوى اللي حنا كنعرفوا كاملين ان حنا مغاربه. كاينين الناس اللي عندهم البطاله، الناس اللي ما كيخدموش، الناس اللي يعني عندهم مشاكل اجتماعيه، عندهم مشاكل اللي هي اقتصاديه، كاين هذه المشاكل هذه. الناس اللي كيضيعوا لولادهم لانهم ما كيوصلوش للدراسات العليا في الجامعات المحترمه. هذا مشكل ما يمكنش يتحل مع الدول اللي كنعيشوا فيها، لان الدول اللي كنعيشوا فيها دول كتدعم اجتماعيا. حتى غادي تقدر كاع الا ما خدامش كتعطيك واحد اعانه وكتخليك المصير ديالك انت ولادك. ما يمكنكش. المشروع ديالنا حنا هو تصحيح الوضع فين حنا عايشين. وتصحيح الوضع ما يمكن له يجي الا بلغه العدد او قوه العدد. قد ما كنا كثار، قد ما سهلنا في مشاريع بواحد الاقل ما يمكن، قد ما غادي نديروا مشاريع اللي اولا وقبل كل شيء تخلق مناصب الشغل لمغربيات ومغاربه العالم. خاصنا ما نبقاوش شايل كنتسناو الدعم ديال الدول او المساعدات الاجتماعيه. ان من حق كل واحد المساعده الاجتماعيه، وهذا نظام الدول اللي كنعيشوا فيها كدا داير. لكن حنا كنستحقوا ما هو احسن، كنستحقوا ما هو افضل، اننا نكونوا حتى حنا بحالنا بحالهم كنساهموا في خلق شركات، في خلق المشاريع، كنأديو ضرائب وكنطلعوا القيمه ديالنا. ممكن جدا ان هذا الشيء هذا يتم لانه دار عمرنا لي 15 سنه. فالفكره اولا كنحطوا مشاكلنا قبل من مشاريعنا، مشاكلنا الاجتماعيه، مشاكلنا الذاتيه اللي كنفكروا فيها. فمن المشاكل اللي كيعانيو منها مغاربه العالم كنقبطوا السن. كاين والدينا، الناس الكبار ديالنا، وكاين الشباب، وكاين الصغار، وكاين الناس اللي كيقراو. فالمشاكل اللي كيعانيو منها مغاربه العالم مثلا كالحج والعمره، كنلقاو مشاكل مع السفر، كنلقاو مشاكل مع اصحاب الوكالات الاصفر. فكتديو واحد الثمن غالي باش تمشيو تحجوا او تمشيو للعمره. وفاش كتوصلوا تما كتلقاو السكن ماشي هو اللي كنتو عوالين عليه، كتلقاو تكرفصه، كتلقاو المتابعه ما كايناش، كتلقاو واحد المجموعه ديال المسائل. فكيفاش يمكن لك تحج مطمئن وانت مشاكل عندك في السكن، ومشاكل عندك في النقل، ومشاكل عندك في بزاف ديال الحوايج، انت عاطي فلوس اصلا واساسا. اذا هذا مشكل مطروح. عندنا مشكل ديال نقل الاموات كذلك، اللي في الاخر كيوليو الجوع مع هما اللي كيحاولوا يكفي من هذا المزال. يكفي اننا نبقاو دائما كنتحسبوا مغاربه العالم مجرد ما ولينا شي حد كنوليو كنمشيو للجوامع باش نحلوا المشكل. يكفي اننا يمشي الانسان يعطي فلوس كبيره باش يمشي يحج ويمشي يتكرفص. فبالنسبه مثلا لقضيه الحج والعمره، فالسي يوسف اللي هو 20 سنه في الخبره في الديار المقدسه في السعوديه، خدمنا باش نحلوا هذا المشكل. فاحنا غادي يكون عندنا اتصال مباشره مع وزاره الحج السعوديه، غادي نحلوا
الوكالة ديال السفر ديالنا غادي نديروا التعاقد مباشرة مع الناس اللي هما في السفر اللي عندهم لوطيلات ديالهم ملك. لكن الفرق كاين اللي عندهم الملك وكاين اللي كيشريو على حسب شحال عندهم في الناس. فحنا غنتعاملوا مع اللي عندهم الملك. الصور غادي تشوفوها في الحلقات الجاية في القناة عندي، وصلنا الصور وصلنا كل شيء. الأثمنة الحقيقية اللي كاينة اللي كتخلص في السعودية ماشي هي الأثمنة اللي كتخلص في مصر أغلى بكثير. حنا الهدف ديالنا هو تمشيو تحجوا إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي كتبتي وتمشيو العمرة بأحسن ثمن قل من داكشي اللي كاين في الوكالات ديال الأسفار، وتكونوا في أحسن إقامة وتكونوا هانيين في دماغكم ومطمئنين باش تمشيو تحجوا قبلكم. تكون لجنة ديال التكوين ديال المتابعة اللي كترأسها سي يوسف تما باش النظافة ديال الأوتيلات المطاعم النقل يكون كل شيء موجود. إذا كان شي حد مريض كاين اللي غادي يتكلم في المسائل الطبية ديالو، شي حد مشاو لوراقو كاين اللي غادي يتكلم في المسائل الإدارية ديالو، من حيث نزلو من الطيارة حتى ترجعو إن شاء الله سالمين غانمين ترجعو للديار ديالو. حنا غادي نديرو النقل المباشر إلى الحج أو العمرة، نتواصلو مع السيوس باش على المباشر دوزكم لينا تعطيونا الإرتصامات كيفاش كتمشي الأمور. هدفنا هو نمشيو بأحسن ثمن أحسن ظروف. هذه ما يمكن لينا نحققوها إلا كنا مجموعين، إلا كنا قوة واحدة. وهذا ممكن خدمنا عليه إن شاء الله الرحمن الرحيم. الجمهور ما غادي يرجع لباريس غادي نحطو المشروع باش غادي الحجاج ديالنا. حنا ما غاديش نتسناو آخر لحظة باش نقررو، اللي كان غادي يمشي للحج أو العمرة ثلاث شهور قبل كيكون عارفة كيعلمنا. حنا كان مثلا عندنا 100 الناس غادي نديرو التعاقد معاهم، غادي نقدمو معاهم مسائل الباسبور ديالكم تجي الفيزا تجيك المسائل توصل تما كاين لوطيل عند التصويره ديالو هو اللي غتاخد بصفه نهائيه. كاينين مطاعم اللي كيديروا الاكل المغربي هناك، حنا غادي توفروا. عندنا علاقه سي يوسف عنده علاقه مع الجمعيه السعوديه ديال الجمعيه الخيريه، عندك المطعم خالص، عندك النقل ديالك خالص بالجوده العاليه، عندك التتبع ما عندك حتى شي مشكل. ولكن في الغرفه ديال الفندق ديالك كل ما هو طري حليب تمر فواكه والماء المعدني هادو فهو دائما موجودين عندك في البيت ديالك، ما غتخلص حتى شي حاجه لان عنده هذا الاتصال هذا. من حيث غادي تجيو غادي ديروا شهادات وتحضروا معنا في المباشر وتدخلوا الله يعمرها سلعه هذا السيرفيس هذا، الخدمه هذه راه مزيانه. فما غالبا العالم كله ما غاديش بصفه نهائيه. بالنسبه لنقل الاموال حنا كنعطيو للبنوك واحد العدد ديال التامين نهار اللي كيموت شي حد. الوفاه ماشي موعد كنعرفوه مسبقا فاش كيجي. تقدر تكون العائله عندها ازمه ماليه ولكن كتلقى راسها مجبره انها تخلص البيت ديال الطياره نجيبها وتمشي للمغرب. الى البنكه وصلت المتوفى او المتوفاه للمغرب ويصرفوا من جيبهم باش يديروا عمليه الدفن وفاش يرجعوا عاد يطلبوا التعويض. يعني هكذا كتكون الامور. فهذا المشكل خصو يتحل. كيفاش غادي يتحل؟ غادي يتحل باننا نساعدو هاد الخدمه هذه نخلقوا لها عاوتاني واحد لاجونس ديالها اللي غادي تبقى في جميع الدول اللي حنا فيها. كاينين شركات نقل الاموال كنديروا معاهم اتفاق عقود باش من حيث تكون وفاه المغربي والمغربيه اللي ما ماتوا شي حد اصلا مألم اصلا عنده مشكل لان ما ماتوا شي حد عزيز عليه خاصو يلقى يتكافى مع الحزن ديالو وخاصو يسافر في احسن ظروف يدير المراسيم ديال الدفن ديالو وما خصوش يتكلف ما هو مادي لان الاغلبيه كيمشي يتسلم عند صاحبو تيبقى يعيط للناس واش عندك شي 1000 اورو الله يجازيك بخير حتى انتوما كتعرفو حنا المغاربه اول حاجه كنقولو والله العظيم ما كاينه والله تبعتها عليك. هذا مشكل خصو يتحل. باش غادي يتحل؟ كاين خيارات اللي غنعطيو البنكه غنديرو في ذاك الاتفاق اللي عنده كونترات ديالو بمسائل قانونيه ما تشي حد مكالمه شهادة الوفاة فين كاين السبيطار سليمة النقل ديال الميت مدفوع النقل جوج الناس اللي غيمشيو معاه مدفوع تحويل ديال 1000 اورو للحساب ديالك هنا او لهيه باش دير المراسم ديال الدفن بلا ما يعرف شي واش عندك ولا ما عندكش مدفوع كلشي بقى تقل ما تقل عندك اللي يوصلك للمطار مزيان ما عندكش كاين عندنا التطبيقات سيكتور سيارة مع الشيفور تديك المطار نهار اللي ترجع تبقى كيتسنى في المطار يوصلك للدار حاجه بقى تعطينا حنا جوج دقائق فيديو قول لينا واش داك الشيء هو هذاك واش مزيان واش كنتي مرتاح ولا ما كنتيش مرتاح.
شهادتك انت وانتي وانتوما هي اللي غتعطينا القيمه ولا غتحيد لينا القيمه. هنا ما كنتعاملوش مع البنك، كنتعاملو بيناتنا. بزاف ديال الناس قالوا لي سي معطاوي ولا المنخرطين كانوا قلال والوفيات كانت كثيره. حقيقي لان حنا ماشي بنكا، حنا مغاربه العالم. إذا كانت عندنا مثلا 40,000 اورو ديال الانخراط ديال الناس اللي خاطوا في هذه الخدمه هذه محطوطه مزيان، ولكن ما كتبش هاي وكانت وفيات اكثر. فالمسألة سهلة، راها في الكونترا أننا كاملين اللي منخرطين اللي كنعرفوا عندنا 40,000 كنخرجوا المصاريف كتكون في سيت انترنت، كنعرفوا شاد أي وفاة كانت كتنشر عندنا في سيت انترنت. نهار كله كيعرفوها، كاع اللي مخاطين كيعرفوها، كتعرف شحال الناس ماتوا، شحال عندنا الفلوس، نهار ما تيبقاش راكم عارفينها، إذا فاش كيموت شي حد، والفلوس ما كنبانلاش كثير، لأن حنا ماشي بنكا، من بعد عاد نكبروا، عاد نوقفوا على رجلينا، شنو كنديروا؟ مسألة سهلة، كيجينا التليفون سي فلان مات عنده شي حد، كندير حلقة مباشرة، كنتصلوا مغاربة العالم، كنصيفطوا بالميل، إلا كنا 10,000 واحد، 50 سنة، كل واحد فينا، 50 سنة. ندفنوا داك السيد ولا ديك السيده في كرم وعزه. فين المشكل؟ تهزات ديك العائله. الى ولاو عندنا 100,000 منخرط حتى اي مغربي ما كيعرفناش او اي مغربي راه كان سمع اللي مات في المانيا نشروا اللي مات شي حد وما عرفوش كيفاش يديروا. عمرنا ما غنمشيو للجوامع نقولوا ما عرفوكم. فعندنا الفائض فلا اي مغربي مات او مغربي وما كانش كيعرفنا ولا ما منخرط شيء وجانا الخبر ديالو. كنديرو حلقة مباشرة تنعلموكم بأن خونا أو أختنا في البلاد الفلانية راه توفى على الوثائق ديال الوفاة ديالو ما منخرطش معانا. واش نتوما متفقين أننا نديرو داك الصدقة نديو أجرها كاملة؟ غتقولوا لي نعم غنتكلفو. الهدف من هادشي كله هو الكرامة ديالنا تكون محفوظة كاملين. لكن فاش كنديرو الحساب صراحة مليون عائلة تقريبا واحد 100 أورو ديال التأمين اللي كنخلصو 100 مليون الاورو كتمشي للبنك. شحال ديال الوفيات حسب الاحصائيات الرسميه ديال الابحاث اللي درنا ما بين 80 و 120 ديال الوفيات في العام. نحسبوا 120 اقساط شحال كتخلص البنك تقريبا 3000 اورو باش تقام عليها العمليه. 120 ديال الوفيات مضروبه في 3000 اورو كتعطي 360,000 اورو. هذه كتخرجها البنك. شحال كتبقى لها الربح؟ 99,640,000 اورو سنويا كتمشي ارباح ما كتسالو فيها حتى ريال نتوما صافي النهايه. فحنا العدد اللي غادي يكون عندنا سنويا كيتعمل الحساب اشحال الناس اللي ماتوا لان كلشي كيتعلم كلشي كيكون محسوب اشحال بقى ديال الارباح. هذيك الارباح ما غاديش تمشي هذيك الارباح ديالكم غادي نحدو 50% تبقى احتياط و 50% نحدو بها مشاريع المغاربة العالم. إن فلوسنا هذيك اللي كتمشي سنويا 99,640,000 أورو كتمشي أداء المنتورة. تخيلوا من صعيب دار مشاريع عندنا الطلبة ولادكم بناتكم ولادنا وبناتنا كيقراو كيوصلوا للجامعة كاين جامعات كبيرة اللي كيخصها الفلوس باش يكملوا قرايتهم باش يجيبوا الشواهد العليا ما عندهمش لأن والديهم ما يقدروش يخلصوا داك الفلوس هذيك. لكن اش كيديروا كيمشيو لجامعات عادية. هذوك الناس اللي تيقراو مزيان ولادكم حنا من المشاريع اللي كنديرو نخلصو لهم الدراسه ديالهم نوقفو معاهم باش يجيبو لنا الشواهد العليا يجيبو لنا هذا المشروع مغاربة العالم ماشي السي المعطاوي اللي غادي يسيرو. نتوما وحنا ولادكم قد ما كانوا عندنا البنات الولاد تيقراو يجيبو الشواهد العليا قد ما هما اللي غيسيرو المشروع لان المشاريع غتكون في السويد غتكون في اسبانيا غتكون في المانيا غتكون في امريكا غتكون في كندا. واش السي المعطاوي غيقدر يكون ثلاث دول كلهم في وقت واحد؟ مستحيل. لكن ولادنا هما اللي غيسيروا هكذا بناو نديروا المشروع ديالنا. فاش يكون ولدك انت عنده دكتوراه في الماناجمنت او عنده ماستر في الماناجمنت فعنده بلاصتو لان غادي يكون المشروع كبير هو اللي يمشي يسيرو والمغاربه غادي يخدموا كاملين. عندنا مشكل ديال الحلال كذلك. فالحلال كتعرفوا كاين فيه وفيه وما كتحكموش فيه. ف داكشي اللي كان شكون فيكم اللي ما كتشدش عليه الماكله والخبز وما كيطلعش حتى كيضيع شكون اللي ما كيضيع له شكون لكم كيضيع لكم كاملين لان كنشريو بالعينين ما كنشريوش بسميتو. ف كل شهر
إلا وصلنا ل 1% من المغاربة في العالم، 1%. لأن اليهود فاش كنت في المشروع ديالهم دايرين 150 أورو شهريا هما. حنا ما يمكنليناش، حنا كنعرفوا المستوى ديالنا، كنعرفوا حنا على الناس على قد الحال، درنا 50 أورو في العام باش نحلوا المكاتب في جميع الدول، باش تقال لي يهضر معاك في السويد، واللي في هولندا يقال لي يتكلم معاك. ما بغيناش التطور، هذيك 50 أورو ماشي التطور، لا. إلا خدينا جوج من الناس في السويد خصنا ناخذوا مرأة وناخذوا راجل باش نحترموا المرأة ونحترموا الراجل، ولكن غادي ناخذوا ناس اللي عندهم شواهد جامعية اللي قادرين يسيروا المشروع ويفهموه، قادرين يتعاملوا معكم هنايا. إذن هذوك الناس خصهم عقد عمل كونترا، خصهم يتخلصوا بالثمن ديال السويد باش يكونوا خدامين. حنا كنعطيو غير المشروع، كنعطيو غير الشيء خصهم يديروا هما كيخدموا عليه. كيكون عندكم السمية ديالهم في الانترنت في سيت انترنت، شكون اللي كيعطيهم النقطة؟ نتوما. عندنا خمسة نجمات بحال كيما اليوم كلشي، كاين اللي كيخدموا مزيان غادي يديروا راه تيخدموا مزيان، خاصو يتبدل راه غادي يتبدل. إذا كنشوفوا المشاكل اللي هي كاينة، الحالة مشروع اللي غير في فرنسا 15 مليار دولار سنويا، 15 مليار شي حاجة اللي هي كبيرة حنا كنحسبوا غير فرنسا. فإلا درنا إلا كنا 1% من مغاربة العالم، 1% ما بغيناش 10، حنا ماشي حمار، حنا مغاربة، حنا كنعرفوا راسنا، عندنا شوية ديال الحساب، عندنا بزاف ديال إلا ما طلعتش أنا ما يطلعش الآخر، تاع سافر الرويضة، كتعرفوا هاد الشيء هذا، حنا كبدايين خصنا نكونوا صرحاء مع راسنا. إذن حيدنا الحسد، وحيدنا الكراهية، وحبينا بعضنا، غادي ننجحوا. إلا ما حيدناش هاد الشيء، غنشربوا آتاي بلاتي شي شوية وغادي يسخن، ولا يدخل الدار. لاخاطش هادي مشكلتنا، سواء هنا أو في أي دولة أجنبية أو في المغرب، هادي مشكلتنا. إنما كنتحدوش وما كنفهموش علاش حنا متأخرين، ما باغيش نفهمو ولكن حنا عارفين. إذن هادو هاد المشاريع اللي مشينا عليها، واحد السيد قال لي واحد النهار السيد عطاوي احنا كنا 1% غادي تكون 60,000 وحنا غنعطيو 6 أورو مثلا ثمن ساندويتش، يعني المشروع غادي يدار بسميتو، غادي يدار بدراسة الناس اللي في السويد. فاش غنبغيو نديرو مشروع ما غنجيش نقول لكم غادي نديروا مشروع ديال المطعم، لا، نتوما غتقولوا لنا شنو اللي خاصكم، واش خاصكم شي حاجه شي شي شي, شي مجزره صحيحه حلال وفيها المواد اللي خاصه، الا كانت هي اللي خاصه نتوما اللي غتقولوها لنا، حنا اللي غنديروا لها الدراسه، غنشوفوا بشحال غادي نقادوها، ومن بعد غنديروا الاعلان عليها، غادي نحددوا 6 اورو الواحد ثمن ساندويتش لا شيء، غادي يديروا 360,000 أورو ديال 60,000 الناس، غادي يشدوا المحل غنوقفوا عليه قدامكم وغادي يتحل ويخدموا فيه واحد 15 أو 20 ديال الناس، يخدم فيه المغربي اللي كاين اللي بزاف، تخدم فيه المغربية اللي عندها تقاعد صغير أو ما خدامش وكتعرف طيب نديروا الماكلة أون بوفيه، نديروا بزاف ديال الحوايج، نديروا الخضرة، نديروا بزاف، هاد الناس غادي يخدموا أولا، فوقنا 15 منصب أو 20، فين كاين المشروع؟ عندكم في السويد. فين كاين السي المعطاوي في باريس؟ شكون اللي كيسير المشروع؟ نتوما. شكون اللي كيمشي للمشروع؟ نتوما. لحقاش تعيط ما تمشيو تشيو في شي جهه اخرى غاتشيو في واحد المشروع ديال مغاربه العالم اللي عندكم منخرطين، المشروع غادي ينجح لان عنده الكليان اللي هما نتوما، اللي هو ديالكم، متفقين ولا لا؟ مزيان. احنا خلقنا 20 منصب شغل، وغتكون عنده ارباح، هذيك الارباح غادي تمشي باش تضاف الارباح اخرى في مشاريع اخرى، باش تحسب حتى هي ونزيدوا عليها كل شهر كل عام ونخلقوا مشاريع اخرى باش ما يبقاش عندنا الخصاص. مخير فيكم كاين واحد الخبز كيشيط عليه كيعطيه الدجاج ياكلو ولا كيحطو الطيور لانه شراكته شحال ديال الماكله كتلاح لينا الخضره اللي كتخمج ما كتاكلوهاش. حنا غنمشيو نديرو الاقتصاد، غادي نتعلمو نديرو الاقتصاد، نبقاو نشريو داكشي باش ما نضيعوش ونديرو هاد المشاريع هادي. كل مشروع غيخصو ناس، واحد اللي داير دراسه كيسير شركات ماناجمنت، واحد اللي داير المحاسبه، كاين الناس اللي كيخدموا في بزاف كاين الصناعه ديالو هادي، كيكون التكوين كيكون كلشي. هانتوما عندكم مشروع، الى وصلنا بهاد الطريقه السهله ل 200 نقطه بيع في اوروبا، غادي نجيو لعندكم لهنا سي جاوب بن حليمه راه هاد المشروع هذا كيعرفو، نشوفو في دول البلطيق او في رومانيا او في شي دوله اوروبيه، نشريو الارض نديرو إدارة، نديرو المجزرة ديالنا الكورنر لاباطوار يعني الذبيح ديال الحلال، نخدمو ناس من ديك الدولة باش نكونو معاهم في التفاهم،
هذا الخط مناسب لديك الدولة باش يكون عندنا اتفاق معاهم، غادي نشريو من عندهم داكشي اللي خاص، غيكون اتفاقيات. شكون اللي غيخدم في الإدارة وفي المحاسبة ديال واحد المشروع قداش؟ شكون اللي غتخصو 150 الناس على الأقل؟ فأولادكم اللي قراو في الجامعات وبناتكم هما اللي غادي يسيروه ماشي حنا. حنا غادي نوقفو غير كيفاش يمشي المشروع. إلا جينا في هذا السير الضابي عندنا في باريس عنده جميع التراخيص ديال النقل، ديرو شركة ديال النقل اللحوم. غادي يكونوا خدامين في أشياء في المغاربة اللي عندهم البيرميات ديال الشاحنات الكبرى وداكشي. بالنسبة للدول اللي بعيدة، بالنسبة للدول اللي قريبة شاحنات صغيرة. حنا خدمنا واحد 150 ولا 200 ديال الناس اللي عندهم بيرميات وما تيلقاوش شي خدمة. ما عندهمش الكاميرات غادي يتشراو من فلوس مغاربة هاد العالم. هي شركة نقل. فإلا درنا هاد المشروع هذا بوحدو، هذا كيعطي الملايير، هذا يقدر يخدم الآلاف ديال المغاربة، والمداخل ديالو كتحل مشاكل. واحد السيد قال لي بصي معقول إلا عطيت أنا 6 أورو في الشهر وشاركت في واحد المشروع وكل شهر عطيت، شنو نربح عندي؟ مزيان؟ أولا فاش يكون واحد المغربي كيدير 30 كيلومتر باش يشري اللحم حلال، كاين ولا مكايناش في بعض المناطق؟ انت ديتي صدقة جارية لأنك حليتي للمشكل بلا تلقى حلال. جوج، إلا شديتي 6 أورو في الشهر وضربتيها في 12 شحال جات 72، إلا حطيتيها في البنكة شنو غتعطيك؟ 0.2 لأنها مبلغ صغير. لكن كمنخرط في هذا المشروع هذا، كمساهم، إلا مشيتي للمغرب كدوز العطلة ديالك ووقع لك مشكل، لأن لا قدر الله كيوقعوا مشاكل، كيوقعوا حوادث، كيوقعوا بزاف ديال الحوايج، أو يتعدى عليك شي حد، أو يظلمك شي حد، أو شي حد يضرب لك على ملك ديالك، هادشي كيوقع. فأنت من موراك 60,000 مغربي ماشي بوحدك. ديك 60,000 مغربي كتساندو في المشاريع ماشي بوحدك. إذا المحامي ديالك والتدخل ديالك وكلشي ديالك على حسابنا. تدخل واحد واخا تعطي حياتك كلها 6 أورو في الشهر ما غاتخلصش داكشي اللي غنديرو معاك، ولكن بالقوة ديالنا نقدو نديرو. بالاتحاد ديالنا نقدو نديرو. هذا هو أساس المشروع. نحاربوا البطالة، نرفعوا من القيمة ديال المواطنين المغاربة، نحلوا المشكل ديال الحج، نحلوا المشكل ديال نقل الأموال، نحلوا المشكل ديال الحلال، وندعموا الطلبة. كما شفتوا الدكتورة سمية، عندنا بزاف ديال الدكاترة، وعندنا المهندسين، ولادنا كيتخرجوا محاسبين، فرفعوا يمشيو يدقوا على الناس باش يخدموا محاسب، عند شي محاسب كبير 10 سنين حتى يدير مبادرة أعراض، عادي يفوتشو الفلوس عادي يحل مكتب المحاسبة ديالو، نجمعوهم وبالفلوس ديال الأرباح نحلو لهم الكابينين، نحلو لهم فين يكونوا محاسبين، الدكاترة نعاونوهم فين يكونوا، غادي نرجعو لهم الفلوس بلا ربا، غير بشوي بشوي، لكن شكون هما الكليان ديالهم؟ نتوما. ولادنا اللي عندهم ميكانيك كيدير ميكانيك كيخدم عند الناس، اللي كيدير اسميتو، اللي كيدير إلكتريك، اللي كيدير شي حاجة، حتى هاد الأولاد نأطروهم ونجمعوهم، شدو لهم محل. نكونوهم نجمعو لهم ندير لهم الماتيريال مزيان التكنولوجيا العاليه بحالهم بحال النصارى ونخدمو على راسهم المشروع ديالهم. ولكن حرام عليكم نتوما الا خسرت لكم الطوموبيل وديتو لشي واحد اخر من غيرهم هما، لانكم ما غتخدموهمش، غتكونوا خدمتو ديك ديال الله المغربي ما يطلع، غتكونوا غافلين. كلكم اللي خسرت له الطوموبيل يمشي عند هادوك ولادكم باش تنجحوهم. اللي عنده شركه واللي عنده تجارة المحاسب سيروا لهذوك ولادنا اللي قراو اللي داروا اللي درنا لهم ديروا المحاسبة عندهم. ولادنا اللي محامين ومحاميات نجيبوا لهم محامين عندهم الخبرة ندعموهم. اللي عنده شي مشكلة قضائية يمشي لعندهم. هكذا داروا الفلوس كتدور تما بيناتهم وكتطلع. حنا ما درناش المشروع باش غادي نوليو أغنياء، لا درنا لكم مشروع باش تنجحوا ونجحوا كاملين. لكن اليوم الوطن ديالنا محتاج لينا. كون سمعتو الخطاب الاخر باش نديرو استثمارات في المغرب وهنا وفينا عندنا كفاءات، ايه فعلا عندنا كفاءات. انا شخصيا كنعرف واحد المجموعه ديال المغاربه عبر العالم ما شاء الله، من دكاتره في مستويات عاليه، كاينين الناس على مستوى عالي جدا، كاين رجال اعمال على مستوى عالي جدا. بغينا كلشي يكون في مستوى عالي جدا، بغيناكم تعرفوا توليو بقوه. فلا بغينا نستثمروا في بلادنا اليوم كيتسناو منا المغرب ديالنا الوطن ديالنا شنو كيتسنى؟ تحويلات جواري. والي بنك المغرب راكم سمعتوه في كورونا فاش قال تعجبت اللي الوقت اللي العالم فيه الازمه المغاربه كانوا مع الوطن ديالهم وحولوا 9 مليار، كاين ولا ما كايناش؟ مزيان. ولكن حنا بغينا بهذا المشروع هذا ماشي نحولوا 9 مليار،
نحولوا 60 مليار، ولكن في إطار آخر، في إطار تبادل متوازن مع الوطن ديالنا، باش الوطن ديالنا يستافد ويقدر يخرج ربما من الديونيات الخارجية، ولكن هناك حقوق ديالكم نتوما اللي خسرتي الاحترام ديالها. حنا مع الوطن ديالنا مزيان، ما كاين حتى شي مشكل، لكن فاش كتمشي للمغرب انت مغربي ولا مغربي وكتشري واحد الدار، واحد الطبقنا في باب دارنا، شنو المشكل ديال باب دارنا؟ كاين الناس اللي مشاو لهم فلوسهم، ما كاينش اللي واقف معاهم، ما كاينش اللي تيعقل عليهم. ملي دارت الخطاب الملكي وانا كنت صريح، جا سي احمد قال لك اودي غنديرو دابا واحد اللجنه وزاريه وغادي نخرجوا واحد خريطه في الطريق نخدموا بها. اولا قلت له سي احمد حنا ماشي ناس قاصرين، تبقي بغيتوا تخدموا معنا، بغيتوا ديروا لنا خطه الطريق، شاركونا في الافكار، نعطيكم افكار، ولكن مشاكلنا شنو هي؟ حلوا المشكل ديال باب دارنا، لان هاد المغاربه العالم اللي حطوا تما 60 مليار راه كاين اللي حياته كامله هو خدام، راه كاين اللي غادي يمرض ما يموتش، علاش ما غايقدرش عاود يخدم ويجمعها؟ المشكل خصو يتحل. علاش خدمت هاد سي اخنوش؟ علاش سي اخنوش كان وزير الفلاحه انذاك، ومحيط من المحافظه العقاريه تابعه لوزاره الفلاحه، فهو معني. حلو مشكل باب دارنا، لان مجرد ارض اوامر يتحل المشكل. حلو ديال الاطلنطيك بيتش ديال المنصوريه، ردوا الكرامه والعزه لدوك الناس اللي هما مغاربه العالم، وعندنا الحق الفصل 17 من الدستور كيعطينا الحق نصوتوا ونختاروا اللي ينوب علينا فين حنا عايشين. من هذا الدستور اللي جابوا ملك البلاد ماشي انا اللي جبتو، مكتوبه للمغاربه المقيمين في الخارج الحق في اختيار من ينوب عنهم حيث يسكنوا حيث يعيشون ويصوتون عليه، بعد التحق بالبرلمان. من 2011 حنا كنتسناو واش هذا الفصل تفعل كتصوتوا نتوما؟ لا. إذا حنا بغينا نختاروا ناس، لأن عندنا كما قلت لهم ذاك النهار باش كنتكلموا على هاد الحوايج، أنا كنعتبر ما تنقول لكمش باغي نخدم على راسي باش تصوتوا عليا باش نمشي للبرلمان. لا، بغينا ولادنا وبناتنا اللي قاريين اللي دايرين القانون اللي دايرين التجارة اللي دايرين بزاف ديال الحوايج، اختارهم صوتوا عليهم على أحسن ما عندنا ويمشيوا ينوبوا علينا. باش يدافعوا على حقوقنا، باش نربيو الروابط الحقيقية مع الدولة ديالنا مع الوطن ديالنا، باش نكونوا كذلك كنجيبو لهم حتى الديمقراطية، التسيير الممتاز، باش يكون عندنا مؤسسات اللي هي قوية، وهذا من حقنا، هذا هو حب الوطن الحقيقي. حب الوطن ماشي هو نقاتل سنين وأنا في السويد ولا في فرنسا ولا شي حاجة ونعمر واحد الطوموبيل بالباكاج ونمشي كنجري ونتكرفص ونجي. ما عندها حتى شي معنى صفة نهائية، ما عندكش قيمة هنا وما عندكش قيمة في المغرب، فين غتكون عندك؟ فوقاش غتكون عندنا الكرامة والقيمة والعزة بالنفس؟ ما يمكنش نعاونوا الوطن ديالنا بلا ما نعاونوا راسنا، هذه المسألة اللي خصنا كنا كنفكروا فيها. إذا هذا المشروع اللي هو أكثر من الشيء اللي كنقول لكم، مشروع كبر بزاف من هذا الشيء هذا. قوة العدد هي الأساس، قد ما كنا أكثر قد ما بواحد المبلغ صغير كيتم التحديد ديال المشروع، شنو خاصنا كيدار المشروع في شهر، كيمشيو ليه مغاربة العالم تيخدمو فيه. خمس سنين إلا كنا وصلنا غير 1%، خمس سنين في أوروبا ما يبقى حتى مواطن ولا مواطنة بلا خدمة، لأن كاينة مشاريع كيخدمو، طلبة يمشيو يقراو، وأهم حاجة عندنا هي الطلبة. ندعموهم، يجيبوا الشواهد العليا، يجيبوا يحطوا مشروع، يجيبوا يخدموا يسيروا هذه المشاريع هذه باش يكون نجاح، باش فيها تينا النصارى، كيقراو ولادهم تيديروا شركة مشاريع فيها مهندسين فيها كذا ناجحين، حنا اش كنديروا؟ الشفر، كنتمناو، وغادي نبقاو كنتمناو، جا الوقت باش نديروا التنفيذ، نهار اللي فكرنا في المشروع ما قلنا شيء، 20% نتاع مغاربة العالم. لأننا واعي بواحد القضية، أن المغاربة عانوا مع الجمعيات، أنا ما كنعممش، ولكن الواقع خصنا نقولو، أن الجمعيات كيساهمو فيهم، الجوامع كيساهمو فيهم، وهذا شيء ممتاز، ولكن فاش كيكون المشكل ما تيلقاوش اللي يوقف معاهم، ما كنوصلوش لشي نتيجة، علاش؟ لحقاش ما عندناش قوة، بصفة نهائية، واش السؤال نطرحو عليكم، واش ما تفقدهاش الثقة؟ إذا كانت ما تفقدش الثقة قولوها لي. اليوم مشكلتي الحقيقية
مع الناس اللي معايا في السير، ماشي هي اننا نعطيو 50 اورو في العام. لحقاش نقصي انت 50 اورو على 365 نهار اللي هي عام؟ راح حشومه عين سنتيمات في النهار فقط. مشكلتنا ماشي هي 50 اورو في العام، مشكلتنا ماشي هي نديرو 6 اورو كل شهر نحلو، لان ما كنقولوش العام الجاي تسناو حتى نديرو الفلوس ونمشيو. لا لا، شهر يدار المشروع عندك في السويد، دير له المباشر وتنشر عندنا وايوا تشهدوا بها للداء، وفي الشهر الاخر نديرو في الجهه الاخرى. يعني كنهضرو في الحقيقه، شنو هو المشكل الكبير اللي عندنا؟ هو الثقه اللي مراكش. المغربي اليوم تدخل لواحد الجمعيه تحلى تيقول خير 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 عاوتاني شي صافا. هنيئا لكم بان المشروع تحل عندكم في السويد، ربما هذه ما خبرناش. فمشروع مغاربة العالم المكتب المركزي عندكم في السويد تحل. البنك المركزي هذا البنك عندكم في السويد ماشي عندي انا. سيدي الحالمي يقدر يعطيكم وينشر لكم كل شهر الحساب البنكي. وانا غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي عجيب في الامر، حلينا المشروع في شهر جوان وعندنا دابا تقريبا 600 منخرط مهزله حشومه صراحه. لكن 600 منخرط فاش غادي ننشر لكم في القناه الحساب البنكي غادي ما تفهموا والو. ما كتعرفوا الحساب البنكي كاين تاريخ العمليه وكاين شحال دخل ياك وكاين شحال خرج. غتلقاو الصف الاول تاريخ العمليه، غتلقاو الصف الثاني شحال دخل، وفي الخط في الصف ديال المصاريف ما كاينش. كي جاتكم هذه ما كاينش مصاريف بصفه نهائيه، حتى سنتيم ما كيتهز. وهو عندكم الحساب في هاندلس بانك هنا. سيدنا حليمه اللي تكلم معكم راه مسائل هنا ما كنقيسوش وما غاديش نقيسوه، على حقاش الا كنا غادي نخدمو ما جيناش نجمعو الفلوس، جينا نشوفو المغاربه واش عندهم فعلا الروح الوطنيه، واش باغيين يوقفو على رجليهم ولا باغيين يعيشو في الهشاشه ويعيشو في العنصريه مع النصارى. الا كنتو باغيين تعيشو في الهشاشه وفي النفاق والنميمه، غادي نكملو العام وغادي نرجعو الفلوس بالطريقه باش دخلت لكل واحد. لان فلوسكم فاش كتنخرطو كدوز مباشره على شركه سترايب الامريكيه اللي هي اللي كتخلص كتقيدكم كاملين، عاد كتحولو من هاندلس بانك اللي هو عندكم في السويد. انا بعيد بركه واحده في الكلافي، رجعوا كلهم اللي جات من عنده شي حاجه ترجع ليه وتدخل ليه بالالكترونيك الحساب ديالو ويلقاها، باش حتى شي واحد ولا شي وحده ما يقولش شي نهار مشروع مغاربه العالم جمعية ديال النصابة بحال داكشي اللي عرفنا شحال هادي وجاو يجمعوا الفلوس على دارنا. ولكن غادي تكون لنا تجربة أن المشكل ماشي في العنصرية ديال الدول فين كنعيشوا، المشكل ماشي في النظام ديالنا المغربي، المشكل فينا حنا. لحقاش حنا كنرضعوا العبودية، ملي كنكونوا عاد تولدنا كنرضعوا العبودية، كنرضعوا الحقد، كنرضعوا الكراهية وما باقيينش ننجحوا. إذا مشكل غادي يتحد تما، كل واحد غادي ترجع ليه 50 اورو ديالو بالدليل والحجه، وغادي نسدو الريدو ونقول لكم الله يسخر، لانك لا تهدي من احببت انما الله يهدي من يشاء. اليوم كنتكلم معكم كمغربي حامل لمشروع كبير، اليوم كنتكلم معكم غادي نتكلم معكم دابا كرجل اعمال كرئيس شركه. عندنا في باريس دلتا اوفيس لي بركات فيزيت ديالي غنعطيها لهم بعد. فديلتا اوفيس مجموعة شركات مكاتب عندنا 500 متر مربع فوق 500 متر مربع اللي هي 1000 متر مربع. ديبارتمون ديفلوبمون انترناسيونال استراتيجي انترناسيونال ديتوار فينونسي كونتونسي جوريديك، عندنا القطاع القضائي والقانوني، عندنا المحاسبة والوديت اميكس اوديت ايكوبات. مجموعة شركات جوج من هاد الشركة سي حسن الأديب شفتوا ربما معايا مع مغاربة العالم. اليوم دخلنا في التحول الطاقي يعني لا ترانزيسيون انرجيتيك، كنشدوا 100 مشروع فيلات اللي خصهم دارهم ديك الخدمه، حنا كنشدوا كنديروا دراسه، وهذا ماشي ديال مغاربة العالم، حنا دخلنا ليه مغاربة العالم يستافدوا.
هذيك 100 مشروع كنديروا براسنا، حنا غندوزوها للناس اللي عندهم شركات يخدموها. حنا عندنا 10% يعني 800,000 اورو في الشهر، يعني سي حسن عنده 400,000 اورو في الشهر، وانا كنتكلم معكم على 400,000 اورو في الشهر. عطيوني سبب واحد علاش غنجي لهاد الفرصه، عطيوني غير سبب واحد علاش غادي نشد الطياره نجي انا من باريس لستوكهولم باش نطلقوا هذا المشروع. لو ما كانش عندنا الفكره اننا كنكونوا نجاح الجميع، لو ما كانش عندنا الفكره ان ما نشوف حتى شي مغربيه كتوقف باش تقبض الاعانات ديال الدوله، او مغربيه كتمشي للميادين ديال الفساد اللي ما عندنا ما نديرو به. يكفي كي كتشوفوه على بلادنا وكيتنشر في الانترنت وفي تيك توك، يكفي. اللي ما كيشوفش هادشي يمشي يشوفوه. مواقع التواصل الاجتماعي خلقوها الامريكان والناس كدير بها التجاره والمراير. فاش كتدخل مواقع التواصل الاجتماعي عندنا في المغرب شنو كتلقاو؟ الشطيح والرديح والتفاهه والفساد، لا اكثر ولا اكثر. كاين شي نتيجه اخرى؟ لا ما كايناش. حتى ولات السمعه ديالنا تحت رجلين. فجا الوقت باش بناتنا يكونوا في المستوى العالي، بلادنا يكونوا في المستوى العالي، الكفاءات المغربيه غادي يكونوا في كيتعرفوا في سيت انترنت، دكاتره يتعرفوا بيناتهم ويتزوجوا بيناتهم، ويكون عندنا واحد المشروع اللي هو كبير. التفصيل ديال هذا المشروع كاين في قناه ديال رونيسانس ماروكان دي مون، وكاين في قناه صابي معطاوي تي في. مشروع بالتفاصيل ديالو ما عندوش حدود، عمر ما قلنا شي واحد اجي يعطي مليون. 50 اورو ديال الخيرات باش نحلوا المكاتب باش نخلصوا الناس باش يكونوا قراب لينا. من بعد المشاريع اللي خاصه خصنا ندرسوا شنو خاصكم في كل دوله دوله، شنو اللي خاصكم. حنا ما غنقروش نديروا اجي نديروا هذه، لا نمشيو للحاله شنو خاصكم، فين خاص نديروا دراسه نحلوا المشروع خدموا نتوما توكلوا على الله. حنا عندنا قياده، عندنا مشروع ديال الاستراتيجيه الدوليه، دائما نخدموا معنا الناس اللي كيديروا التنفيذ المحكم باش نتوما المشروع ديالكم ينجح. كل واحد فيكم يجيب 10 الناس، كل واحد فيكم يخدم على مشروع. كل دوله غادي يخدموا فيها مغاربه العالم، كل دوله غيكونوا فيها مكاتب. حنا غير كنزرعوا واحد البرنامج، نتوما كتنفذوا البرنامج، باش مستعدين واش بغيتوا تغيروا حياتكم. طريقة الهضرة باش نتكلموا لغة العدد، علاش؟ لغة العدد هي 6 مليون دولار أورو، 1% هي استيلاد، استيلاد قادرة باش دير مشاريع اللي هي خارقة، ترجع لك الكرامة، تولي قوة. فاش تعطس أنت هنايا، الرواح يضربهم في مكناس. فاش يموت شي واحد عنده 60,000 واحد تقول ليه البركة في راسك، كيحس براسو بلي عنده عائلة كبيرة. فاش يكون عندك مشكل مادي، ما عندكش مشكل، علاش؟ لاقاش عندك 60,000 ديال الناس، 50 سنت من كل واحد منا عنده 30,000 اورو راه تحلات المشكلة، كاينة ولا ما كايناش؟ تعطيو داك الراجل هذاك لا خصو تعطيو 50 سنت ولا ما تعطيوهاش؟ ولكن بالعدد عنده 30 مليون دخلات الأرض ليه، الحساب ديالو. إلا فاش غنقولوا سي فلان عنده المشكل، غنحطو لكم الحساب البنكة ديالو ديروا له التحويل 50 سنت لعنده، ماشي لنا حنا. ولكن مشكلته تحلات، ما بقاش عنده مشكل. وإذا كان عنده المشكل هو بوحدو عنده مشكل ما قادش عليه. مستعدين تكونوا خوت ولا ما مستعدينش؟ إذا هذا مشروعكم، وما غاديش نتسلكم فيه، قلت لكم كاين كلشي في القناة، كلشي كاين في القناة. عندكم مشاريع مشروع مغاربة العالم محطوط، أي واحد فيكم عنده كفاءة عنده بلاصتو. اي مشروع بدا كاين البلاصه ديال كل واحد، الحلال بزاف غادي يخدموا، البنات اللي كيديروا كاسير غادي يخدموا، اللي ما كيعرف يدير والو كيدير الميناج غادي يخدم، اللي كتعرف طيب غادي تخدم، اللي كتعرف دير الكسكسو كاين اللي غايجي الكسكسو. ديروا مشروع نحطوه خدموا فيه. اي مشروع بدا مثلا واحد المزرعه حلال يكون فيها فين كيطيبوا العيال داكشي مزيان، خصو يكون بالمواصفات الأوروبية، هذاك التخربيق اللي كنا كنعرفوه في الدول الأوروبية ديال المغاربة داكشي معفن ما غيكونش،
غادي يكون اسم تاع مغاربة العالم، غتكون مجزرة بحال فيها السويديين، الفيترينات مزيانين، الثلاجات مزيانين، الطابليات مزيانين، واخا راسك حل، غتكون أحسن من السويدي في النظافة، باش حتى السويدي يجي لعندك، ومشروع ديالكم. إذا إذا نجحنا من بعد غادي نبقاو نشريو الأرض إن شاء الله ندوب الأرباح ونديرو العقار، باش نهار اللي تبغي تسكن أنت كمغربي، يلاه تخرجتي وتزوجتي بشي مغربية، غادي خصك الضمانة باش تسكنها. لا دخل تسكن بأرخص الثمن، لأن كلشي مساهم في المشروع، ولكن بشرط إلا شرينا هكتار ودرنا فيه سكن تاع مغاربة العالم، يكونوا فيه متاجر، يكون فيه روض، يكون فيه بزاف د الحوايج بفلوس مغاربة العالم، ما نسمحلكش تبيع الكعبة في الدار، ما نسمحلكش تكون مغربي وتحط الزبل في الدار، ولا تنشر الحوايج في الشرج، غتصرف بحال السويد، غتكون أحسن من السويد، يكون الورد، ولدك ما خصك تسوي الطلبة باش ما يحيدش الورد. باش نعطيو صورة حقيقية، نبدلو الصورة اللي كيشوفونا بها، مسؤوليتكم هذه، إعادة التربية ديال راسنا وديال ولادنا، خصنا نعاودو نحدو المسائل. أول مشروع حلال، حنا كنحاولو نطلقوه في باريس، قلنا لكم 600 الناس اللي نخاطرو، 600 مضروبة في 50 صافي 30,000 أورو، 300,000 سك، السويدي يشكرهم. حنا كنحاول نشدو واحد المحل فيه 3800 متر مربع على جوج المستويات، وفيه باطي مرفوع من موراه اللي غادي يكونوا فيها يقدروا ندير فيها اوتيل او بيلويات مبنيين، خصهم غير الاشغال باش يتجددو، وعندنا باركينغ، حطينا العرض ديالنا باش ناخذو، العرض ديالنا حطيناه بمليون و 750 الف اورو اللي عرضنا عليهم، إلا قالوا لنا غدا مرحبا غادي نخلصوا هذيك المليون و 750 ألف أورو، غادي تخصنا 500 ألف أورو باش نديروا الأشغال وباش نطلقوا المشروع، ما غنطلبوا لكم حتى ريال منا، غادي نديروها من أموالنا الخاصة، غنطلقوا أكبر مشروع بحال هذا في باريس، اللي فيه 6800 متر وفيه أوتيل ولا مجموعة بيلويات، وغادي نوري لكم بالمسجد المباشر، سي جواد بن حليمة راه شافوا بالكاميرا. وإذا طلبنا هذاك المشروع غادي نعرضو عليكم تجيو تشوفوه، ما غيكونش بفلوس مغاربة العالم، لحقاش واخا نطلقوه من هنا أربع شهور إذا عطاونا الموافقة، إلا غنشريوه ملك، غنكونو مازال ما وصلناش معاكم حتى لألف مشتري، من شهر جون طلقنا المشروع من 600، إذا بغينا نمشيو بهاد العدد، خاصنا 16 عام ونص. باش نوصلوا 60,000 اللي هي 1% من مغاربة العالم، كنظنوا واش عندي انا 16 عام ونص راه ان شاء الله، ولكن غنكون بيريمي، لا غنكون ساعه حي حي نكون حي ما ممكن، ولكن غادي نكون ما غاتكونش بيريمي غاتكون اكتيف ها، ولكن واش باش يمشيو ما تسناو 16 عام ونص باش نديرو 1%، عيب عيب، فالمشروع فيه يعني مليون و 750,000 إلا تلقوه لينا غنشريوه وغادي نحطو 500,000 باش تلقو مشروع غير باش تشجعوكم، باش نقول لكم رضا راه مكنلعبوش، وإلا كنتو في المستوى نقدرو نحلو كل دولة فيها واحد بحال هكاك، شكون اللي غيخدم فيه نتوما؟ شكون اللي غيكون عندو الشرف نتوما؟ شكون اللي غيولي كيمشي للمغرب ويحترمو نتوما؟ ديك الساعات نقدرو نقولو للحكومة ديالنا المغربية بأن فاش كيدخلوا المغاربة راه كاينه ديك سميتها العملية مرحبا، ولكن فاش غنكونوا خارجين في المغرب في طنجة اش كتكون سميتها؟ مع السلامة. واش كترضيكم ديك البلاصة اللي تتكونوا فيها بديك الطريقة هكاك حتى العيال ما عندهمش فين يرتاحوا الوليدات الصغار؟ ما كترضيش، لكن حنا ما غنمشيوش نكونوا معارضين الدولة ديالنا، إنما غادي نقول لهم عندنا القوة، خليو لنا المجال، حنا نبنيو تما مطاعم بالمستوى العالي، نبنيو قاعات ديال الراحة مكيفة، نبنيو فين العيالات يكونوا مرتاحين بوحدهم، ونبنيو فين الوليدات الصغار يقدروا يبدلوا لهم، ونديروا داك الشيء هذاك، حنا نديروا المغاربة العالم، باش نجروهم هما يتعاونوا، ولكن ما يمكنش تبقاو في ديك الحالة هذيك، يكفي أنك تشوف المغاربة في طنجة كيفاش كيكونوا في ديك اليومين ثلاث أيام باش يسافروا. بوحدها
إذا كان كيعجبكم داك الشيء الله يسخر، لكن فاش يقولوا لنا حنا باغيين مغاربة العالم يديروا الاستثمار في الوطن مرحبا، ولكن عافاكم حلوا المشاكل. لاحقاش كانوا سيادنا الأولين اللي بغى سيدي علي بغى يفضل نشوف ماشي بشي طريقة أخرى. خاصنا نكونوا أحرار في الأفكار ديالنا، خاصنا ماشي نكونوا يعني ضد الوطن ديالنا لا، ولكن عندنا حقوق وعندنا واجبات، الواجبات ديالنا ندعموا الوطن ديالنا مزيان، الحقوق ديالنا حتى هي خاصها تجي، خاصنا نتعاونوا. فلا نجحنا حنا هنا الوطن غادي يشوفنا، غادي يعرفونا بلي قوة، وفاش يكون جارك اللي حداك صحيح كضرب حسابه ولا لا؟ كضرب حسابه، يحتاج تجي واحد يقولها لك. فاش نكونوا قويين وعندنا مؤسسات عندنا شركات عبر العالم، عندنا حسابات بنكية قوية، عندنا علماء، عندنا مهندسين، عندنا أطباء، عندنا دكاترة، ما يحتاج شيء تقول لهم بغينا حقوقنا. راكم عارفين حنا المغاربة اللي كبر منا كنحسب، غيبقى يقول لك لا مرحبا نعم أسيدي، قلنا حتى حنا الزربية بحال اليهود اللي كيجيو يديو البلاد على النصارى بحال بحال، علاش؟ لأن عندهم فلوس عندهم القوة. بغيتو هكذا ولا بغيتو هادشي اللي بغيتو دابا؟ شنو بغيتو؟ نطلعو المسألة عندكم. إذا كيظهر لي بلي قلت لكم الخطوط العريضة ديال المشروع، الأمور اللي غتربحو فيها أننا غادي نكونو قويين، غنمشيو لرايان إير مثلا، غادي نديرو معاها اتفاق، حنا مغاربة العالم عندنا 10,000، عندنا 20,000، عندنا 50,000 ديال الناس، شنو غديرو مع مغاربة العالم اللي عندنا؟ شحال تقدرو تنقصو ليهم البي ديال الطيارة؟ شي واحد إلا مرض وما مشى شي يبقالو البي ديالو، وغادي يقولو لك نعم أسيدي، علاش لقاش عندك 60,000 ديال الناس؟ ولكن بوحدك كيقول لك البي ديالك داز. غنمشيو لويسترن يونيون وغنتراسلو معاهم، مغاربة العالم كيديرو التحويل، شنو غديرو مع مغاربة العالم؟ نقصو لهم شوية في الثمن، تعاونو الهيئة مغاربة العالم، مرحبا. إلا كنتو معانا وكنتو كثار غادي نقدو نناقشو مع جميع الشركات، نقدرو من بعد حتى الشركات ديال الباطو، هادوك اللي كيسلخوكم، مشيو هنا لمالطا هي العاصمة ديال الباطو عند العالم، نديرو كونترا مع شركة اللي غادي تنقل مغاربة العالم في عملية مرحلة، الثمن مزيان والباطو مزيان والنظافة، وماشي داك التخربيق اللي كنسمعكم كنقولو البقو داك الويل بحال، مع ذلك كنبقى عزيز عليكم حتى هو ولد الناس، ولكن غنديرو كونترا كنهضرو صحاح. أيوا كلشي كيتعامل معنا، لغة العدد هي اللي كتنجح. إذا عقدة مع مرايان نحلو مشكل ديال الحجم، نشوفو مع ويسترنين جميع الشركات الدولية اللي كتستافد منا كمغاربة العالم، خاصها تركع، خاصها تشلل فمها باش تبغي تهضر معنا. ولكن إلا كنتو معنا، ما كنتوش معنا راكم عارفين شنو كيطرى، ما غنقولكمش. فهذه مسائل كتخصكم. تحية لمغاربة العالم، تحية لكم جميعا. غادي نخليكم واحد الاخرى باش عرفتوا العشيوي المغاربة اتاه. اذا بعد الاسئله بعد لا خلال اتاي، انتم خذوا اتاي، خذوا كاتو، اللي عنده شي سؤال يطرحوا، اي واحد عنده شي سؤال بغى يطرحوا مرحبا، تقدر تعطي الميكرو وطرحوا الاسئله وانا هنا باش نجاوب. لأن المشروع مشروع كبير، عفاكم الأسئلة تكون مركزة، واللي سول شي سؤال سميتو ليه باش ما نعاودوش الأسئلة نفسها، لأن الوقت محدود ديال القاعة، فمرحبا بالأسئلة ديالكم. حاجة أخرى، أي سؤال جاكم البال طرحوه، أنا راه ما كيحرجني حتى شي سؤال، أنا جيت باش نكونوا صراحة. السلام عليكم. عايشة السلام، شكون أختي كتهضر؟ دائما مع الواقع، شكرا. شكرا للحضور. ملي سي المعطوي، شكرا انك جيت لهنا، ميرسي بوكو، سمح لينا بزاف، محتاجينكم بزاف. ملي ذكرتي سميات واحد من الخريف، واش كتعني مغاربة العالم كلشي ولا غير ديال سويد؟ يا ريت كون كان غير ديال سويد. ديال العالم. اليوم ندير حفلة وحدي. سي لو كانت 600 ميل سويد وكل دولة فيها 600 غادي نمشي على رجلي لباريس.
ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. شكرا. اسئله تفضل. السؤال الاول، انا كحب ان الاستاذ في البعثه الفرنسيه، نعم، كيهمني مجال ديال التربوي والبيداغوجيا، نعم، وولادنا التربيه ديالهم العربيه التاريخ ديالهم، واحد بعض المسائل اللي تبغيهم بالنسبه لولادنا. يعني مدام كنتمنى انه يكون في البروغرام ديالكم واحد مجال انه يكون شي مشروع تربوي اللي يعمق ولادنا يعرفوا المغرب الثقافه ديالو وكلشي اللي شي ديالو. يعني كنتمنى انه انا ولادي نولدتهم هنا وكبروا هنا، كان تعب كبير. الاسم الكريم امينه بناني، اخت امينه بناني. اليوم انا عطيتكم الخطوط العريضه تاع المشروع، الهواج ركزت على الهواج اللي كيقيسوكم مباشره. اما كل ما هو تنميه تربيه بيداغوجي كل شيء عندنا في المشروع. شكرا. غادي يكونوا اساتذه من جميع الدول، غيكونوا مساهمين باش تكون عندنا مدارس رقميه اللي يعطيو فيها دروس بالنسبه للغه، بالنسبه للثقافه ديالنا، ارتباطنا بالوطن، غادي تكون عندنا تنميه اللي هي مهمه. شكرا سي جمال. غادي يكون عندنا جميع المجالات، وكذلك باش تكونوا فرحانين في القضيه هذه. فغادي نطلب من المغاربه اللي كيعرف شي حاجه يعلمها الله. دونك هادشي راه عندنا. مادام تكلمت عن الطلبه، فملي مشيت للطلبه اننا ندعموهم ماديا باش يجيبوا لنا احسن الشواهد، فراه مشينا للقمه. ما يمكنش تطلع القمه الا كانت القاعدات داخله في البرنامج. شكرا لك. النقطه الثانيه، سوما تكون واحد الكرونولوجي من بعد اليوم، كاين عين كرونولوجي اللي غادي تختارها شنو غادي نديرو، اذا كان ممكن من بعد دوزنا هذا الكرونولوجي باش نعرفوا الخطوات. الكرونولوجيا سهله، حنا عندنا مخططات ديال كيفاش كنخدمو. كنحطو المشاكل ديالنا اولا اللي كنعانيو منها، هي اللي خصنا نحلوها الاولى. كنحطو مشاكل ديالنا، لان كاينه مشاكلنا اليوميه الانيه، وكاينه اهدافنا المستقبليه. فاليوم المشاكل ديالنا الحج والعمره ونقل الاموات، هادو ضروريين، هادو راح نخدمو عليهم. التنميه تتعلق بالعدد، قد ما كنتو كثار قد ما بسرعه غندوزو للمشاريع، وهذه هي الاساس. اما الكرونولوجيا فكيكون ديك الساعات برنامج تنميه خاص بكل دوله على حسب المواطن اللي فيها وحسب الحاجات اللي عندهم، شنو اللي محتاج ليه هو اللي غادي نخدموا عليه. ودائما تيكون عندكم غادي يكونوا مكاتب، وحنا مستعدين اننا نشدوا الطياره ونجيو نجلسوا معكم نناقشوا الحاجيات ديال الناس السويد، ديال الناس هولندا، نخدموا عليهم. مساله واضحه. شكرا لك. اسمي إيهان، وشكرك سي المعطاوي على المجد ديالك، شرفتينا ومن المعجبات ديالك مع الضيوفات كاملين، مع الدكتور سعيد ومع جميع الناس اللي معاهم. المهم انا النقطة اللي تنركز عليها بزاف ان البداية دائما صعيبة، ولكن الجانب النفسي ديالنا حنا كمغاربة وانا مسلمينهم، حنا كاملين كنخافوا المغربي تيخاف من المغربي، دائما عندنا داك الخوف، هذاك الخوف خاصنا نزولو. كل شعوب فيها مزيان، فيها الصالح والقالح، وحنا فينا خير كبير، خاصنا نديرو الثقة في بعضياتنا، فينا الخايب وفينا المزيان، ولكن فينا الخير الكبير بزاف. هذه مسألة كثير مهمة، لازم نتجاوزو الخوف. هذا الجانب النفسي هو اللي غيفتح لنا الباب باش نزيدو القدام. عندنا المشكل ديال الخوف، حنا كنعرفو الخوف اللي عندنا مركب. علاش؟ ملي كنتي صغيرة شي يقولو سكتيرة الحيط عندو الودنين وعيشة قديشة باش بغيتي بوعو. ولكن ما بعدياتنا حنا خصنا نحيدو هاد المسألة هادي ديال شي تيخاف من الخوف. ما عندناش علاش نخافو، حنا كنقول لكم في هاد القاعة هادي نتمنى أنكم تخرجوا من هنا متعارفين بيناتكم، متوادين بيناتكم. هي هاد العدد اللي كاين في هاد القاعة اليوم، إذا تبادلتوا الأرقام ديال التليفون وتعاملتوا في إطار الاحترام بينكم، بين الرجال وبين النساء وبينكم جميعا، وكنتوا هاد المجموعة، وتذكر شي واحد عنده مشكل والقاعة هادي كلهم راه غيعاونوه مشكل محلول. غير في هاد القاعة، فما بالك إذا كان المشروع هذه الحاجة اللي حيدناها من القدام. أنا تنظن يمكن لكم تحيدوه مجرد أنكم تشوفوا الجالية، تشوفوا الجالية التركية ناجحة. علاش؟ عندهم مشروع شبيه،
من غير الجالية اليهودية، راه الجالية الوحيدة في العالم اللي ما نساهمش فيها. عقل على حياتي جاي من قرية صغيرة فقيرة، كنت لابس صدارة هنيكة، ما كانتش تقول هذه القضية. أنا صريح، أنا هكا، لكن أنا مغربي، أنا صحراوي، أنا ليبي، أنا شي، أنا مغربي، واش بغيتو تديرو شي حاجة مزيانة؟ و ما تفضلوش الله يجزيكم بخير. السؤالات يكونوا قصار، إلا بزاف ناس باغيين يسألوا. واخا واخا السلام عليكم. اولا مرحبا بك في ستوكهولم، تتمنى ان شاء الله تقضي فترة ممتعة ان شاء الله. انا الاسم ديالي إدريسية بن زليحة، سكنت في هذه البلاد عندي 52 عام وانا ساكنة هنا في السويد ما شاء الله. عندي ثلاثة ديال، هي في الحقيقة ماشي اسئلة ولكن هي ربما مداخلة. اولا بالنسبه لهذا المشروع، اسمح لي، واش مرتبط بك شخصيا او مثلا هناك هيئه؟ لان يمكن توقع حاله وفاه، كنا متعرضين كنا نموتوا، ف زعما ماشي تا الفايد عليك او شي حاجه. لا لا شوف لو فريسيا انا ما كنخافش من الموت وما كان عامش بديك تنفعي. ايوا صافي. لا غادي نموت شي نهار، لاقاش توت واحد النهار غادي نموت شي نهار، هذه مساله طبيعيه عادي. عادي. إيه. اولا المشروع عنده قياده، عنده ناس اللي خدامين، عنده جنود خفاء، ولكن في المرحله اللي احنا فيها كتبقى المساله الامنيه ديال تامين المشروع اساسيه، لاقاش فيها رجال ونساء اللي ما شاء الله على مستوى عالي. بمجرد ما نوصلوا للعدد اللي بغينا ديال 1% ويتكونوا المكاتب عندكم، فغادي يكون المشروع توزع على جميع الدول، كاين قيادات مختلفة. فهذه مسألة اللي سهلة بالنسبة لكم سويد، سي جواد بن علي مات وما اختاري. هذه مسألة مهمة، علاش؟ كما تكلمت الأخت على الخوف، وكاين الناس اللي ما غايبغوناش نساعدو، كاين الناس اللي ما غايعجبهمش هذا الشيء، علاش الأقلية الصراحة تكون؟ مايبغيوناش نتاعدو، خصنا نبقاو بقرة حلول فقط. إذا كان خصنا نحميو المشروع ديالنا ونحميو الكفاءة اللي فيه، وهذه مسألة ضرورية، ولكن السرعة أنتم اللي غاتمشيو بها. واش بغيتو تمشيو بجوج كيلومتر في الساعة ولا بغيتو تمشيو ب200؟ عاد مجرد ما نوصلو حنا كنستخدمو لكم المكاتب. شكرا. المداخلة الثانية، كنت تكلمتي كاين اقتراح ربما تشريو أراضي في دول أوروبية باش تبنيو مجمع سكني. أنا تنظن بأن هذه الفكرة تخصها شوية توضيح، لأن لنفترض مثلا شريت واحد الأرض هنا في السويد ودرتو مجمع سكني فقط المغاربة العالم، كيفاش غادي ندمجو حنا مع المجتمع إذا سكننا في واحد القرية بوحدنا؟ فهمتي بالطريقة هذه؟ دابا أنت بقيتي جالسة في المشروع مغاربة العالم، حنا ما غاديش نخلقو كوميونيتي، واحد مجموعة منفصلة. نعم. مشاريع مفتوحة. قبيلة ما طاقتيش شي شيء، قلت لك إذا درنا مجزرة تكون بالمواصفات الأوروبية باش حتى السويدي يجي يشتري من عندك. نعم. يعني الفكرة عامة، حنا إلا بدينا أي واحد غادي يجي من أي جنسية بغا يسكن غادي يلقى هذا المشروع تجاري. كيسهل السكن للمغاربة وكيدير تجارة مع الجاليات الأخرى، حتى السويدي إلا بغا يجي يسكن مرحبا به. صح. حنا ما كنسدوش. اكبر خطا نديروه هو نغلقوا على نفسنا، غيتهمونا باللي عنصريين تدريسيا. لا غيتهمونا، ربما نجي شي قنبله يقولوا نديروها على المغاربة. ما عندهم ما يديروا، شوف مشاريع مفتوحه. نعم. حتى العمل بعض الشركات غيكونوا سويديين والمانيين خدامين معنا. نعم. كيفاش نشاركوهم معنا وحنا عايشين عندهم؟ لا هذا الشيء اللي كنت بغيت نعرفه. ايوا لحقاش راه حتى الحماق فيه وفي رفيه البلدي وفي الروح. ايوا بصح. وشكرا على كل حال. شكرا. السلام عليكم. السلام ديالي هو
بالنسبه لديك 50 اورو او 100 اورو اللي عطيتي، واش هي عباره عن سهم ان الانسان يستافد منه او لذيذه؟ اولا 50 اورو هذه باش نقدروا نحلوا المكاتب في الدول، خصنا نكريو مكتب ونخدمو راجل ومراه اللي غيكونوا في اتصال مع مغاربه العالم في ديك الدوله، فهنا حنا كلنا كنساهم مساهمه. بالنسبه للمشاريع اللي خصنا نخلقوها ديك 6 اورو، فهذه راني تكلمت فيها. اولا تنخلقو المشروع اللي كيبغي واحد الحاجه اللي خاصكو، كتمشيش بعيد. الا قلت لي حنا خاصنا مشروع ديال الحالات ما كاينش، شكون اللي يحتاج ليه؟ انا ولا انت؟ انت اذا خصو يتحل عندكم، حنا غنتعاونو كاملين باش نحلو داك المشروع باش يدير لكم الحاجيات ديالكم. ها النجاح الاول. النجاح الثاني نخدم واحد 15 او 20 الناس من عندكم، هذا النجاح الثاني. النجاح الثالث هو فاش غادي يعطي الارباح، شنو غادي نديرو بها؟ غادي نديرو التنميه. فاش غيكتبو هاد المشاريع، الا كان عندك ولدك تيقلب على السطاجي يلقاه، خصو تدعم القراية ديالو في الجامعة ما يلقاه، عندك مشكل في السفر ديالك تمشي تدير شي حاجة ما تلقى الدعم، فغير محدود. إنه مشروع ديال مغاربة العالم، ملكية ديالكم، فالاستفادة غتكون ديالكم، النجاح غيكون ديالكم. هذه ماشي شركة استثمارات، هذا مشروع مغاربة العالم كيجتمع فيه جميع مناحي الحياة ديال المجتمع. غادي توليو توصلو 6 مليون تاع المغاربة، غتولي عندكم القوة ديال دولة غنية بقد سويسرا بلا ما تكون عندك الأرض. شكرا. لا شكرا على وجهك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزيل الشكر على الحضور. أنا ما عندي حتى سؤال، أنا قنعتيني يعني تماما ما شاء الله. عندي اقتراح هنا إن شاء الله غيكون يعني الخراف مباشرة بعد الخراف، باش تكون يعني الخراف الخراف. نعم. عندنا موقع الكتروني اللي هو مديون على مستوى عالي جدا، فانا غادي نعطيكم الرابط ديريكتوم في الواتساب ديالكم، غادي تكليكي عليه غادي تدخلوا غادي دير داكشي كلشي عندنا مضبوط بالطريقه الاوروبيه والطريقه العاليه. فالخيرات مساله سهله، الا فاش كتصيفط الخيرات هذا الرابط في الواتساب كتكليكي كتدخل فيمكن لك تنخرج. ثانيا كيمكن لك تصيفطوا للاصدقاء ديالك. فاحنا عندنا موقع الكتروني ممتاز جدا، غادخلوا له غادي تلقاو فيه، راه حتى بالنسبه للعقار مستقبلا ما غيبقاوش مشاكل. مثلا انت عندك ابارتمون في المغرب، نعم، بغيتي تبيعو، غتخاف لا يديرو لك مشاكل، كتدخل الموقع كتقولها لينا، كنحطو لك الملك ديالك في المغرب بغيتي تبيعو بالثمن بالكونتاكت ديالك، كيشوفوه مغاربة العالم في العالم كامل. ما بيناتنا حنا قادر يشريه منك. ما شاء الله ما شاء الله. باغي تشري كدير الطلب ديالك تما، كتبقى لي عندو من داك الشيء اللي بغيتي انت كيبيع لك. فاحنا غادي نديرو المسألة يعني داخلية بطريقة هادي. إن شاء الله. بمجرد ندخل هذا الموقع هذا يمكن يمكن نشتري الأطباق ديالك. غادي الخارج غادي تلقى فيه تعمر أبوني أديغي أديغون. سمية وثنية، رقم التليفون، العنوان ديالك هذا الايميل، غتكليكي تابوني غيعطيك تدخل كارت بونكير ديالك و 50 اورو داكشي كيدوز اوتوماتيك. بعدا يجي ما خدمتكش لا كارت بونكير كتصيفط لي واحد الواتساب تقول لي راه ما عادش تصيفط لك رقم الحساب كتدخل ليه. ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا تشكى على هذه البادره الطيبه ومن بعد بغينا نكون في السويد. انا عندي سؤالين، السؤال الاول 2011 حضرت المؤتمر في اسطنبول لمغاربه العالم. نعم. وبغيت نعرف واش مغاربه العالم 2011 عندها شي علاقه بمغاربه العالم اللي خدمتيها لنا اليوم. هذا اول سؤال. ثاني سؤال، تكرمت وقدمت مشاريع مهمة، ومن بين
المعاناة التي تعانيها الأسر المغربية هو أزمة السكن. هنا في السويدة خاصة بالسكن كاين واحد أزمة السكن يعني غامقة. واش من بين المشاريع اللي تتبناها المغرب في العالم هو خلق يعني مصرف اللي يخول المغاربة انهم يقتضوا قروض لشراء سكن المستقبل، ما نتكلمش على الان، مستقبلا ان شاء الله، اللي يخول لهم انهم يقتضوا قروض يعني بعروض مناسبه، يعني تخول لهم انهم يكتسبوا سكن المستقبل. وشكرا. لا شكرا على وجهك. اولا الشق الاول من السؤال ديالك ديال مغاربة العالم في اسطنبول 2011 لا علاقه لنا بها. مشروعنا ما سميتوش مغاربة العالم، سميتو اف ام دي ام ريسونس ماروكان دي موند، نهضة مغاربة العالم غنفيقو. فهذا مشروع ما عندو حتى شي علاقة ديال اسطنبول، وعلى العموم ما كنعرفش ديال اسطنبول. وثانيا لو كان كانت فيه النتيجة كون بانت من هذه 11 سنة، لأنه ما كانش بهذا الشكل هذا، ما كانش بهذه الطريقة هذه، ما كانش بهذه الحكمة هذه والتنفيذ هذا. إذا هذه مسألة انتهينا منها. بالنسبه للسكن والازمه اللي عندكم في السويد ديال شكل السكن، فيا ريت اننا نمشيو للعدد اللي بغينا نوصلوا، وهذه تكون مساله مهمه بواحد الشكل اللي هو كبير. ما غادي يكون عندنا القدرات باش نديروا السكن اللي ما تحتاجش فيه الخلق اصلا، ما قام توفر الثمن اللي هو مزيان، باش يمكن لك في عوض ما تحقق قروض يمكن لك تمشي تطلب مشاريع اخرى اللي هي مهمه. فهنا الهدف ديالنا اولا هو نحل المشاكل الانيه، السكن هو تلقى سكن بثمن ممتاز اللي يليق لك، جوده ممتازه بهذه الطريقه هذه. اما بالنسبه للمصريف فاحنا الفكره باش تحل المصريف صعيب باش ديرها، لان حنا في البدايه ديالها. اذا جينا نهضروا على اننا نحلوا المصريف يعني كنهضروا على اننا غادي نديروا لا كونكورونس للبنوك الاخرى. وأي طريقة باش تخسر في البلاصة هي تفيق السبع وانت يا باقي صغير غادي تكال. فما نكونو شيء كنحلمو أكثر من الواجب. أولا لا حلينا الحج والعمرة، حلينا القضية الوفاة، وعاونا الطلبة، ودرنا مشاريع، ودرنا الشغل الوظائف، فاحنا نجحنا، راه نجاح كبير هذاك، ومن تما ندوزو لحاجة أخرى. فديك الساعات كهيئة مغاربة العالم نخلقو شركة ديال العقار فيها فلوس، تدخل لنا المداخيل بزاف ديال الدول، بزاف نمشيو نشريو واحد الكتار ماشي بشي عيب، ونبنيو فيه سكن، داكشي بمواصفات سويدية، ونفتحو المجال، نعطيو مغاربة العالم، ونخلي واحد النسبة للسويديين والناس الآخرين، ماشي مشكل، الأرباح ما كنقلبوش عليها، داكشي اللي كيجي من الأرباح نحلو به في أخرى، وحنا غاديين، نحلو بعدا المشاكل الآمنة، ويجي عند الآخر، داكور؟ حتى يزيدو السويس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معكم هاله من الصاله. كنشكركم على هذه المبادره القيمه والحضور ديالك في فرنسا، الانتقال ديالي في فرنسا اللي الصوت. اولا كنبغي نشكر فاطمه الزهراء على الكلمات، بارك الله عليك. فاطمه الزهراء انطلاقا من المساعده ديال المغاربه انهم يتكاتفوا مع بعضياتهم، ففاطمه الزهراء هي اللي دارت الحلوى، فاللي يحتاج الحلوى ها هي فاطمه الزهراء. النقطة الثانية اللي بغينا يعني اللي التساؤل اللي عندي هو ما كانش واحد الوضوح تام على الطريقة ديال الانخراط، يعني إذا كان ممكن عندكم لابتوب هنايا تحطوا الصفحة باش الناس ياخذوا صورة فوتوغرافية للموقع، ويكون سهل أنهم باش يمشيو للدار يحطوا ينخرطوا. فهذه يعني من جهة، من جهة ثانية يعني كاين واحد يعني واحد الشانل ديال التواصل
مثلا شي صفحه ديال الفيسبوك او شي جروب واتساب او شي حاجه يقدر يكون فيها تواصل باش ما ينقطعش التواصل، باش التواصل اللي بيناتنا ما يكونش فقط هذه الجلسه ومن بعد معلومات ما غاديش يبقاو يوصلونا او لا غادي ينساو اصلا بلي كاين شي جمعيه. فحتى هذا لو كاين شي موقع او فيسبوك اللي نقدروا يعني نتواصلوا فيه، فيعني هذا تقدر تكون نقطه ايجابيه هذا الشيء اللي اذا شكرا لك كلام طيب. اذا المساله سهله، هذه المساله سهله. الجواب لك يا اخت، اولا التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي هي الاساس. عندنا جوج ديال القنوات، سالم عطاوي تي في و ام ام دي ان رونيسونس ماروكين دي موند. عندنا صفحة رسمية في فيسبوك اللي هي قوة الاتحاد. فهنا قبل ما تمشيو غادي تكون واحد الورقة، كل واحد غادي يكتب الاسم كامل ديالو ورقم الهاتف والايميل. أنا غادي نسرب لكم الروابط كاملة نتاع الموقع الإلكتروني ديالنا، يمكن لكم إلا درتو فيه غير أي حاجة تتصلو كتجيني بارميل. ثانيا غندير لكم الرابط ديال القنوات ديال الفيسبوك ديال يوتيوب والصفحه الرسميه ديال الفيسبوك. هاد الروابط كلها غادي تكونوا فيها كنتواصلوا، فيها كنناقشوا مشاكلنا على المستوى الدولي على المباشر دائما، وكنطرحوا الاسئله ديالكم وكنجاوبوا. اي واحد فيكم بغى البطاقه ديالي المهنيه غادي نعطيها ليه، نعطيكم الرقم ديالي الخاص، يمكن لك تتصل بيا مباشرة وتصيفط لي ميساج، ما كاين حتى شي مشكل، يعني أنا نعطيكم جميع الوسائل ديال التواصل بصفة مطلقة. متفقين؟ عاد. نعم. السلام عليكم السي المعطاوي. عاد السلام عليكم. باغي غير نسولك على واحد السؤال، عندي الإخوة ديالي في فرنسا، الوالد ديالي في فرنسا. وباغي نعرف على حسب القضيه ديال الوفيات، واش كاينه شي طريقه انك تحول لاسيرونس ديال الوالد؟ خلي الميكرو حداك باش لاسيرونس ديال الوالد باغ اكزومبل سميتو ديال المهاري مثلا، باش يكون شي مشكل ديال الوفيات. حنا شوف الطريقه مجرد ما غادي ندخل المشروع ان شاء الله ديال هنا المشروع ديال نقل الاموات ساهل. شنو فيه عقود؟ غنكونوا متفقين اننا غنطبقوا فيه، اللي كنعطيوه للبنوك غادي نديروه في المشروع، غادي يكون عندنا عقود مصاوبه شنو يحصل؟ دوك الكونترات ديال البنك كيكون فيهم داك الشيء صغير، راكم عارفين داك اللعب ديالو، حنا ما غيكونش داك الشيء. الفصل الاول شكون انت؟ شكون اللي معاك؟ خلاص وراس الحقوق ديالك شنو هي؟ هي اللي هضرت عليها، الواجبات ديالك انك غتخلص داك لاسورونس فقط، كلشي غيكون كبير واضح. فمن انطلاقا مننا الحاجه الوحيده اللي غيكون عندنا فيها مشكل هو اننا ماشي بنكه، ما عندناش داك الاموال اللي ما نعرف شنو كاين، قد العدد المنخرطين قد ما غادي نخدموا لا كانت وفيات، الا كانوا الفلوس اللي عندنا بالخيرات كافيين حنا كنقضيو، الا خصنا مع كل وفاه غتكون منشوره. علاش؟ باش ما نقولكمش انه كاينين 70 وهي ما كاين حتى واحد. هات نشر لا المدينه الفلانيه الدوله الفلانيه عنده وفاه، ونشروا شهاده الوفاه. من حيث غادي يمشي يدير الاجراءات غادي يرجع غادي يكون استضافه ديالو على المباشر، باش يقول لنا كيفاش الامور، يعني كتكون واضحه الامور قدامهم. الى لا قدر الله المنخرطين قلال والوفيات كثر، ما غاديش نمشيو نقتلوا راسنا، لان ماشي اسورانس بداك المفهوم ديال التقنيه، لا هذا تعاون بيناتنا. فإلا كانت الفلوس ناقصة غادي نتعاونوا كاملين ونصيفطوا لك الميت ولا ديك الميتة، بين ما يقتنعوا المغاربة بينا، بين ما نبراو من ذاك المرض اللي سميتو الحساب، بين ما نجمعوا نوليو بشر، بين ما نبداو كنفكروا، ونهار اللي يكون عندنا الفقير ديك الساعة الأرباح اللي كديروا البنكات تمشي دير لكم مشاريع نتوما، ما عدا إلا كنتو كتحبوا تبقاو فينا. وباغي نسول على حسب اسم الفيديو ديال الحرج واش
نطلق واش يمكن نتجهوا للعمل خلينا نوصلوا لدرجه السلامه. السلام عليكم. واحد تعقيب بسيط، انا سمعت بان المغافاه في السوبريتوم وكرايه. نعم انا نذكروا بزاف الاخوان بان كاين الحساب وكاين الوكال وكاين شي بعض القوه ما تفناش تحت، ولكن انا بغيت نعطي ما بغيتش نخلي المغاربه يصابوا بالاحباط. هو ان ما ينساوش بان خاص اوروبا المساجد اللي اوروبا تقوم عليها اغلبيه مغاربه، فاذا كان المغاربه الحمد لله واقفين وتيسيروا المساجد فطبعا يقدروا يسيروا حاجات اخرى ان شاء الله. فلهذا يعني انا ما بقدرش يعني نقول هذه الكلمه هذه يعني الحسد وهذا الشوف هل تسبب احباط؟ لا لا ما كاينش الاحباط. كاين بعض المرات هي الالكترو شوك، كاين الالكترو شوك حتى الانسان باش يشوفوا غادي يموت كيديروا ديك الصعقه الكهربائيه باش يعرفوا. هنا ما كنهضروش على الاحباط، لا عندنا مشاكل اللي هي كاينه كنتكلموا عليها باش تحيد ماشي الاحباط. ماشي الاحباط لا، لكن خصنا نتكلموا عليها بكل جرأه وكل شفافيه لانها كاينه. انا ما كنهضرش تكون انت كتعرف هذا السيد اللي راه واقف ليه هذاك اللي راه ليه نكونوا فهمتوا. تكلمتي على المساجد اللي تقوم عليها المغاربه صحيح واخا تبدو لي بلي فعلا هادشي اللي كتقول صحيح. مشروع موقع مشروع المشروع ديال المغاربه تحلى في المساجد هذا المشروع يعني صافي غنعرفوا بلي الناس اللي شادين الجون علاش مشروع المغاربه في العالم وغيكونوا ناجحين. لا طبعا عادي بغيت نقول لك انا بما ان المغاربه الحمد لله يعني هو واحد السمعه طيبه في انشاء وتكسير المساجد، فبلا شك انهم يقدروا يعني يعملوا اكثر. ديروا لنا غير اشهار ان شاء الله، حنا نسمعوا لكم التاريخ. ديروا لنا اشهار نسمعوا لكم التاريخ، نروح نوليو مرضيين. اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك. انا عندي جوج اسئله. السؤال الأول يمكن غنجاوب على السؤال الأول، لأن أنا نجي من خارط البنكة صيفطات لي بأن تبلوكات لي كان أسبوع وما كنخدمهاش وتصحابني بصح، من بعد ما كاينش داك الشيء، ما عرفتش داك المشكل غادي نلقى عاود من بعد ولا ما أولا غادي ناخذ سميتو غادي كل واحد يعطيه الرقم ديالي الله يخليكم. أنا عندي أنا خارط اي واحد عنده مشكل غادي يصيفط لك لا كارت ما دازتكش ماشي مشكل نصيفط لك الرقم ديال الحساب. لا تصاحبني من بعد صافي ما كاينش داك الشيء يعني اعطيني دقيقه غادي ندير لكم سميتو نحولوا الرقم اذا الرقم ما كاينش في البروجيكتور وماشي مشكل الرقم ديالي وعلى ما يقف لا يخلي المشكلة بغيت نقول لك واحد الحاجة ما قلتيها لكش ما عندي مشكلة بأن على حسب واحد جوان ديال 2023 ما غاديش ايه حنا قلنا كنا نديرو عام وغادي نحسبوا شحال درنا من المخارج. إذا وصلنا لجوان الماجي ولقينا راسنا عندنا 1500 ديال المنخرطين يعني المشروع ما توزعش، المشروع ما عجبش الناس، 1500 ما يمكنناش نشتغلوا، ما يمكنناش نبيعوا 16 عام لأن ما عندناش لغة، عندنا مشاريع أخرى، عندنا شركات أخرى، فالحالة نديروا لقاء نرجعوا الناس في سن الأورو ديالهم ونخليو لهم الحرية التامة باش كما قلت يجيو غالبا عندنا 10 سنين 20 عام يلقاو المشروع ديالنا في الانترنت يفهموه هما احسن منا حنا ربما يخدموا به هما حيت ما كنحسبوش 0.8 و 0.15 16 عام بزاف فخصنا نقوموا بالمشروع. سؤال اخر اذا الرقم ديالي 0033 6 65 94 01
21. الله معك يا رقم الرقم اللي تسعة مسألة تقنية على القاضي سيدي. قول فم. إذا الرقم ديالي كلكم تقيدوا 00 33 665 940 121. مسألة سهلة. إذا أي واحد يسجل في الواتساب الاسم الكامل وطلب الرابط، فغادي نصيفط لك الرابط ديال الخيرات، ونصيفط لك الروابط ديال القنوات الجوج، والرابط كذلك ديال الفيسبوك، باش نكونوا في اتصال جميعا. واحد السؤال مع السيدة. نعم. الاسم ديالي زكية، مبروك صلاح، شكرا سيد القطاوي. بارك الله فيك. شكرا لك. اولا الموقع الالكتروني اللي عندنا هو الموقع الالكتروني عندنا مهندس على درجه عاليه ما شاء الله، فهو راه كيخدم على الترجمه نتاع الموقع للغات القويه، غادي تكون في السويديه، الموقع يكون في السويديه، يكون بالانجليزيه، يكون بالفرنسا ولا بالالمانيا، يكون في المانيا بالهولنديه بالسويديه الى اخره. فاولا المشروع يعرفوا من بعد لقاء التواصل ديالنا معكم غادي يكون دائما من خلالكم، غادي نختاروا الناس اللي هما على مستوى عالي اللي غنديروا معاهم حلقات مباشره، غتكون ترجمه المشروع باللغه السويديه، غتكون ترجمه المشروع باللغه الانجليزيه، غيكون هذا الشيء في القنوات اللي عندنا. من بعد فاش يكون المشروع ناجح وكل شيء، فالمكتب اللي عندكم هنا غيكونوا كيسيروا الناس اللي في السويد، غدارهم قناه باش يكونوا كيتواصلوا بالسعوديه مع الناس اللي في السويد. هذا مشروع، وامل او الحلم ديالنا هو تكون عندنا تلفازه رقميه ديال مغاربه العالم، يكون فيها الاخبار باللغات المختلفه، ويكون فيها المشاريع كتكلم هذا الناس اللي كيخدموا في الصحافه ولا بناتنا في المستوى الدولي. هذا الشيء كنحلموا به هنايا، ولكن واش انتم معنا ولا مع غانا؟ مع غانا. معطشكم. شكرا لكم. تفضل. وي. عليكم السلام. لأن الوقت كيزحمنا. ما كاين مشكل، نقدروا من بعد نكونوا برا وسولوني ونجاوبكم. لأن الناس اللي كراو لاصال عندهم توقيت محدد. ماشي حنا اللي كنتحكموا فيه، هما اللي كيتحكموا فيه. اذا لا لا. السلام عليكم اودي. عليكم السلام. الحمد لله. انا جديت دوك اعمال في امان. وانا جيت من المغرب ضايقه عندها. دابا راه جي الجراحه ديال العينين قريبه. وراه فين كتبارك الله راه فين كيفين كاتشوف ما قادرش نهضر معاكم. مرحبا. انا جيت عندها عندها باش نشوف عندها. والله كثر خيرك باش تجي قلتي رانا قضينا والحمد لله وشكرا لله. الله يرحم الوالدين. الله يحفظك اولادك. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا سي معطاوي اللي خدم الوقت وجعلنا لهنا، شكرا للا عيشة اللي ساعدتنا في هذا الاجتماع. شكرا لك سمية، شكرا لك جميع الاخوان. بدون شكرا سمية. بدون لا فاطمة وبدون لا حورية الاجتماع ما كانش.
دونك سوكا حتى نشكروا الجميع ونتمناو نشوفوا في الحلقه اخرى ولكن يكون مشروع في السويد ان شاء الله. شكرا على الكلام. واش الجميع عنده الرقم ديالي؟ احسن حاجه واش كلشي عنده الرقم؟ نعاودوا مره اخرى 0033 6 65 94 01 21 33 0033 6 65 94 01 21. لان ما بقاش الوقت باش نقيدوا لك شي الارقام، فكل واحد غيصيفط لي في الواتساب الاسم الكامل والطلب ديال الشبغه الرابط ديال الفراغ، نسكروا الرابط المفرغ. واحد اللايف كنديروه هنا باش نعرفوا على بيت العريس، كنديروه مع الدكتور محمد الفايز اللي فيه اهميه كبيره. فدائما غادي نكون معكم، دائما نجيبوا الافكار الجداد، دائما نديروا الحوايج اللي هي مزيانه. اي لايف غادي يكون الاسئله ديالكم غادي نتعرفوا معها، غادي نجاوبوا عليها ان شاء الله رحمه الله. وكذلك معكم التليفون ديالي في اي حاجه. الو بحال داكشي ديال البلاد، الو سي خالد واش كدير؟ اذا شكرا لكم، شكرا للجميع وتحياتي لكم جميعا. شكرا لكم.